تمام. النهاردة هنتكلم عن توبيك غير النمبر سيري شوية، وهو توبيك خاص بالسيرشنج وتكنيك اسمه ديفايد اند كونكر. يعني عايز اعرف بس كده، هو ايه اخبار اول 2 ويكس معاك؟ والشتات ايه اخبارها؟ النمبر سيري بقيتوا كويسين فيه مثلا؟ بدأتوا تحلوا في الشتات او تقفلوها؟ حد مثلا عنده مشكلة في الشيتس أو أي حاجة من دي؟ كله بالنسبة له الموضوع تمام. تمام، حمل بس طبعا. يا رب. ماشي زي الفل، قشطة. ماشي، خلينا كده الأول نتكلم. لو احنا مثلا عايزين نعمل سيرش مثلا على رقم في الأري، ورقم ده مثلا اسمه اكس، وعايزين نسرش على مثلا رقم 20. حلو، والاري دي مثلا ممكن نقول فيها الفالوز دي، مثلا ممكن نقول فيها 1 و 2 3 4 100 1 2 3 مثلا، و20 30 40. ففي في الطبيعي يعني لو حد عايز يسرش على فالو مثلا موجودة في الاري، هيتريت على الاري دي ويبدأ يقارن هل الاكس دي بتساوي 20؟ لا بتساوي 1، لا طب بتساوي 2، لا 3، لا 100، لحد ما يوصل لحد ان الاكس دي فعلا هي موجوده. ولو مش موجوده فهو هيوصل للاخر ومش هيلاقي ان هو عمل، مش لا مش ما مسكش كي مثلا او فالو معانا، فهو مش هيلاقي الفالو اللي هو سيرش عليها دي. فدي حاجه اسمها لينير سيرش، ده اللي هو السيرش العادي اللي هو انت بتعمل فور لوب تبتدي تقارن. مثلا تقول اف اكس بتساوي اري اوف اي مثلا، فده لينير سيرش. فهنا مثلا في تلاتة كيسز، ان هو لو العشرين دي مثلا موجودة في اول اري، فهو هيمشي كام خطوة؟ هيمشي خطوة واحدة بس. فهنا البيست كومبلكسيتي تايم كومبلكسيتي هتكون اوفن، لان هو مشى خطوة واحدة بس. طيب لو هو مثلا كان موجود العشرين ده مثلا موجود في نص الاري مثلا، كان هيمشي كام خطوة؟ كان هيمشي ان على الاتنين خطوة، اللي هو برضه هتساوي في الاخر بيج اوف ان، ودي ممكن تكون الافريج كيس. طيب لو هو مثلا الاليمنت ده مش موجود في الاري او موجود في اخر الاري، فهو هيتريت على الاري كلها لحد ما يلاقي الاليمنت ده في الاخر. طبعا ده مع كم البيانات اللي موجود دلوقتي مستحيل حد يعمل سيرش بالطريقه دي. انت مثلا في موبايلك بيكون عندك اسامي، بتلاحظ ان الموبايل بيعمل لهم سورس بشكل ابجدي، ولما تيجي تسرش على اسم مثلا فهو بيطلعه بسرعه. طيب حاجه زي كده ازاي مثلا بتحصل؟ يعني هو اكيد اكيد مش هي ديفلوبر مثلا كويس او شاطر هيعمل سيرش بالطريقه دي، ان هو يمشي لينير وهو مثلا عارف ان ممكن حجم البيانات بتاعه ده ممكن يعدي مليار مثلا او ملايين، فدي حاجه مش مظبوطه. طيب الباينر سيرش عموما بيشتغل على السورتد اري. في حاجه اسمها الباينر سيرش، وده سيرشنج الجوريزم. طيب هو ازاي بيشتغل الباينر سيرش؟ بيستغل حاجه ان الاري دي بتكون سورتد. فمثلا لو انا عندي اري مثلا 10 20 30 50 مثلا 60 و70، فالاري دي سورتنج انكريزنج مش اسندنج، فالاري دي سورتد انكريزنج. فهو ازاي بيستغل ان الاري دي سورتد؟ خلينا نتجاهل الحتة دي دلوقتي ونشوف. مثلا لو انا، لو مثلا حد فاكر لعبة اللي هي لو مثلا تجاس نمبر معين، لو انا مثلا قلت لك انا هديك رينج مثلا من 1 ل 100،
وعايزك تقول لي الرقم اللي انا مثلا هتفق معاك اللي انا اخترت رقم، وعايزك انت تقول لي الرقم ده موجود فين، او تجيبولي بقى الستبس. فالحل الاوبتيمال بتاع الجيم دي هو مثلا لو انا سألت يوسف مثلا، قلت له يوسف مثلا قال لي الرقم ده اكبر من 50 ولا اقل من 50، فهو لو الرقم ده اكبر من 50 فاحنا بنديسكارد اصلا كل الارقام اللي اقل من 50. اكيد يوسف مش هيجي في مره تانية يقول لي الرقم ده 49، مع ان انا لسه مجاوبه اصلا ان الرقم ده اكبر من 50، فهو بيديسكارد الهاف بتاع الارقام التاني او اللو او الليفت، بيديسكارد الجزء ده كله ويبتدي يشوف الارقام لحد 100 تاني. طيب زي ما اتفقنا مثلا يوسف ده بيحب يلعب اللعبه دي اوبتيمال، فهو انا عايزه يجيب لي المينيمم ستيبس اللي هو يفايند النمبر ده مثلا. فيقول لي فيوسف مثلا يقول لي هو دلوقتي عارف ان هو الرقم ده ما بين الرينج 50 و 100، هو دلوقتي قلل السيرش سبيس بتاعته، فهيقول لي الرقم ده اكبر مثلا من 75 ولا اقل من 75، فانا اقول له لا الرقم ده اقل من 75. فهو يوسف المفروض يعمل ايه هنا؟ المفروض يديسكارد اي رقم بعد المية، لان هو اكيد انا قلت له الرقم ده اقل من 75، فهو المفروض يديسكارد اي رقم بعد ال 75. فهو كده يوسف بيفايند النمبر ده بطريقه اوبتيمال. فمثلا لو فضلنا نكمل الجيم مثلا، فيوسف هيقول لي طب اقل من 55، او جاب مثلا جمعهم وقسمهم على 2 فطلع مثلا 60 مثلا. يوسف هيقول لي الرقم ده اقل من 60 ولا اكبر من 60، او هيقول لي الرقم ده 60 مثلا، فانا هقول له اه فعلا الرقم ده 60. فساعتها مثلا يوسف لقى الرقم ده في 4 ستيبس مثلا، بدل ما هو قاعد يجرب الرقم ده 1 الرقم ده 2 الرقم ده 3 الرقم ده 4. فدي فكرة الجيم دي يعني، وهي دي اللي بيعمله الالجوريزم بتاعت الديفايد اند كونكر، اللي هي بتحاول تديفايد اري مثلا او مجموعة من الارقام. ده نفس اللي هو الباينري سيرش بيعمله، اللي هو لو انا بسرش على رقم فانا هستغل حتة ان الاري دي سورتد وهبتدي اسرش عليه. فمثلا هنا لو جيت قلت ان الاكس دي مثلا ب 50، فالباينري سيرش بيعمل ايه؟ الباينري سيرش بيقول لك انا هيكون عندي تو بوينترز، مثلا اللي بتساوي 0. التو بوينترز ده مثلا انا هحط همسك الاول بوينتر هنا وهسميه مثلا ستارت اس، وهحط بوينتر هنا وهسميه اند، وهنا خليني بس اكتبهم كده احسن، هنا مثلا هسميه ستارت وهنا هسميه اند. وزي ما يوسف مثلا لعب اللعبه دي بشكل اوبتيمال، احنا برضو هنفايند النمبر ده بشكل اوبتيمال، اللي احنا بنفس فكره الديفايد اند كونكر كده، انا هقسم الاري دي لنصين. ف بنجيب حاجه اسمها الميد، الميد دي بيتحسب اللي هو بيكون الستارت زائد الاند على الاثنين. فهنا السيرش سبيس بتاعتي كام؟ الاري دي فيها كام اليمنت؟ فهتلاحظ مثلا الاري دي فيها مثلا 0 1 2 3 4 5 6 مثلا. فهنا هقول الستارت وقع 0 صح؟ يعني الستارت قيمته 0 دلوقتي، والاند قيمته كام؟ 6. فخلينا مثلا نعمل هنا مثلا نكتب هنا ستارت اند ميد والفالو بتاعت الميد مثلا. طيب في الاول خالص انا قلت الاس دي هتكون 0 والاند ده هيكون 6. فهو الباينري سيرش بيعمل كده، بيمسك بوينتر في اول اري وبوينتر في اخر الاري، وفي الاخر بيجيب الميد بتاعهم. الميد ده بيتحسب اللي هو اس زائد اي على الاثنين. طيب 6 زائد 0 على الاثنين بكام؟ ب 3. فتاتي دي البوزيشن بتاعها فين في الاري، فهتعد 0 1 2 3 هتلاقي ان الميد هيكون هنا بالظبط. طيب هنا بيكون عندي 3 احتمالات. هو دلوقتي ده 50 معلش، فانا هيكون عندي 3 احتمالات. لو ال مثلا الاري دي مثلا اسمها في، حلو، فهيكون عندي 3 احتمالات. ان هو مثلا اول احتمال ان الميد ده بيساوي الفاليو اللي انا اللي هي 50 على طول، فهنا الفي بتساوي الميد. الميد ده اندكس في الاري، ان هو اندكس في الاري، فهقول اللي هو بيساوي اكس. طيب هل الميد بيساوي الفاليو ولا لا؟ مش بيساويها مظبوط،
عشان الميد ب 40، الميد قيمته 40 صح؟ يعني الميد دلوقتي الاندكس بتاعه 3 وقيمته ب 40 صح؟ فهو دلوقتي مش بيساوي الاكس، مظبوط؟ صوتي واضح طيب ولا ايه؟ الناس مش بترد. لا تمام. حلو. فهو دلوقتي الميد ده قيمته ب 40. طيب القيمة الفاليو اللي انا بسيرش عليها دي 50 صح؟ وهي اصلا قيمتها اكبر من 40، فهل انا محتاج ال 40 او كل اللي قبل ال 40؟ فانا لا مش محتاجهم في حاجه تانية خلاص، فساعتها انا بتذكرد الجزء ده كله ومش بحتاج اي قيمه اقل مني، لان انا اصلا اكبر من القيمه دي والميد بتاعي 40. فطالما الميد بتاعي 40 يبقى كل القيم اللي قبليه اصغر من ال 40 اصلا، فانا كلهم مش محتاجهم. فاللي انا هعمله او الباينري سيرش يعني اللي بيعمله اللي هو هيعمل ايه؟ خلينا بس كده نرجع تاني. اللي هو هيقول الاس هتساوي الميد بلس 1، ودي تاني كيس، لان هنا الفاليو اللي انا بسيرش عليها طلعت اكبر من الميد، فهنا بقول اف ال في اوف الميد الكي ده اكبر منها، او الكي التارجت بتاعي اكبر منها. ساعتها انا بعمل ايه؟ زي ما عملنا في اللعبه بتاعت الجاز نمبر، انا هحرك الليفت بوينتر او الستارت بوينتر، فهقول الاس هتساوي ميد بلس 1، لان انا عارف ان الاري دي صورت، فدي دي البروبرتي اللي انا هستغلها، واللي انا اصلا مش هحتاج تاني قيمه ال 40، مش محتاج ال 40 او كل اللي قبليها، لان الاري دي صورت، فالارقام هتكون اقل، الارقام اللي قبل ال 40 هتكون اقل منها على طول، فمحتاج اركز على الجزء اللي بعد ال 40. فساعتها الستارت ده هتلاقيه جه هنا عند ال 40، وحاجي حاجة احسب الميد تاني. ف تعالى مثلا هنا الميد دلوقتي انا مش عارف قيمته هتكون كام، هنا الستارت بقت بكام؟ ب 3. طيب والاند، الاند لسه واقف مكانه ما اتحركش. طيب الميد هيكون اس زائد اي على 3، ف الاس زائد اي كام؟ 9 على 2 قصدي، على 2 هيكون 4.5. ف احنا مش الميد ده بيكون انتجر، بيتجاهل الجزء اللي هو الدبل، فهيطلع نتيجة 4، فالميد بتاعي هيكون 4، فالميد هيكون هنا بالظبط. طيب ايه ساعتها اللي هيحصل بعد كده؟ هل قيمة الميد دلوقتي واقف على 50، طب هل قيمة ال 50، هل قيمة الميد بتساوي القيمة انا التارجت اللي انا بسرش عليه؟ فاه دي اللي هي موجودة في أول كيس، فساعتها انا هرجع التارجت. وكده احنا حرفيا لقينا الرقم ده بتاعنا في 2 ستيبس بس، انا ما عملتش غير 2 ستيبس بس ولقيت الرقم بتاعي ده. طيب احنا اتكلمنا على الكيس اللي هي لو التارجت ده اكبر من الميد، والتارجت ده بيساوي الميد. طيب في كيس ثالثه اللي هي لو اصلا التارجت ده بسرش عليه ده اقل من الميد، ف ايه البوينتر اللي انا هحركه او الجزء اللي انا هتجاهله؟ يعني مثلا خلينا نمسح كده مثلا كل ده، وجيت مثلا قلت وهنا اس و اي. حلو. هنا جيت مثلا قلت ان انا هسرش على التارجت اللي هو 20 مثلا. طيب احنا قلنا الميد بيتحسب ازاي؟ حد كده يقول تمام. اس زائد اي على 2 اللي هو الستارت زائد الاند على 2، فالستارت عندي بزيرو الستارت عندي بزيرو والاند عندي بستة، والميد هيكون بتلاتة اللي هو 6 زائد زيرو على 2 فهيكون 3، والفاليو بتاعت الميد هتكون اللي هي دي اللي هي 40. طيب هنوقف الميد هنا في اول كيس، يعني في اول سؤال، اول سؤال هسأله هل الميد بتساوي القيمة اللي انا بسرش عليها؟ فالميد مش بتساوي القيمة اللي انا بسرش عليها، لان الميد ده قيمته 40 والقيمة اللي انا بسرش عليها اللي هي الاكس بتساوي 20 صح؟ فانا لا ده مش بيساويه. طيب هل الميد ده
اقل الاكس دي اكبر منه برضه؟ لا، لان هنا الاكس دي قيمتها 20 والميد اكبر منه. طيب دي اول كيس ودي تاني كيس. طيب تالت كيس، هل الميد ده اكبر من القيمه اللي انا بسرش عليها؟ اه، الميد اكبر من القيمه اللي انا بسرش عليها، فانا هكون عارف ان كل اللي بعد الميد ده مش لازمني، لان انا القيمه اللي انا بسرش عليها اصغر اصلا من الميد. فهنا انا بستغل الجزء اللي هو ان الاري دي سورتد، فانا مش محتاج تاني جزء او تاني هاف من الاري، فانا هتجاهله كله، فهتجاهل ده كله. فساعتها ايه البوينتر اللي هيتحرك هنا ساعتها؟ يعني حد يقول كده ايه البوينتر ساعتها اللي هيتحرك هنا بالظبط؟ الاي بتساوي الميد ماينس 1. فساعتها اللي هيتحرك ان البوينتر ده هيساوي البوينتر ده هيساوي الاي ماينس 1. فهنا الميد كان ب 3، فهنا هتكون الاند هتكون هنا بالظبط، هتكون واقفه على 30، لان انا عارف ان قيمه الاكس دي اصغر من الميد، فانا مش محتاج كل اللي بعد الميد ولا الميد ولا الميد شخصيا اصلا. فساعتها السيرش سبيس بتاعتي هتكون من 0 ل 2 بس، لان انا قللت سيرش سبيس، وده اللي بيعمله الديفايد اند كونكر اند كورز بتاعي. فخلينا بقى نحسب في تاني اتريشن كده، الاس بكام؟ ب 0، والاند هتكون بكام؟ ب 2، والميد هيكون بكام؟ هيكون 2 زائد 0 على 2، فهيكون 1، وقيمة الميد هتكون 20. ف هنجيب الميد هنا، وقيمة الميد هتكون 20. شباب، هو الخط مش ظاهر على البورد ولا عادي ظاهر بالنسبة لكم؟ كبر خط شوية أحسن. ماشي، هكبره المرة الجاية. ف دلوقتي قيمة الميد دي بتساوي 20، صح؟ أنا وقفت عند الميد وقيمة الميد دي بتساوي 20. طيب حلو، احنا قلنا ايه التلاتة، ايه التلاتة كيسز اللي عندنا؟ احنا قلنا لو الميد بتساوي الفالو، أو الفالو أصلا أكبر من الميد، أو الفالو أقل من الميد. فايه الكيس ساعتها اللي عندي اللي هتكون دلوقتي valid؟ ده سؤال على فكرة. بالظبط، أول كيس. فساعتها الميد هيكون هيساوي 20، والفاليو اللي بدور عليها بتساوي 20، فساعتها الاكس هتساوي 20. طيب هنا انا لقيت ال steps بتاعت الاري دي، برضو عملت خطوتين بس ولقيت النمبر بتاعي. طيب ال time complex بتاعت الكلام ده بتساوي كام؟ يعني بما اني كل مرة ب divide ال array على 2، فهنا انا باخد log n operation. يعني مثلا لو انت عندك اسامي مليون شخص، وعايز وانت عارف ان الاسامي دي عندك سورتد في الداتابيز مثلا، وحابب تدور على الشخص مثلا باسمه معين، فلو حد بيستخدم باينري سيرش حرفيا هيجي له لو خدت لوج ان 20، لو خدت لوج ان المليون اعتقد هيطلع 20، هيلاقي الاسم في 20 ستيبس. لو هو بيستخدم لينير الجوريزم بتسرش على الاسم، فهياخد مليون ستيبس في الورست كيس. ف ده فرق طبعا رهيب، وده اللي الباينري سيرش بيعمله، اللي هو بيحاول يلاقي الفالو اللي بسرش عليها في اسرع تايم. طيب في كيس انا ما اتكلمش عليها لسه، خلينا كده، عندي فكره جامده، نعمل كده. حلو كده، واضح اكتر. خلينا مثلا كده نسرش على رقم مش موجود اصلا في الاري. مثلا انا عندي اري دي فيها 5 ارقام وكلهم صورت 1 و 2 و 3 و 4 و 5 مثلا، وهنا 0 1 2 3 4. هحط الستارت والاند بتوعي والميد. خلينا هنا نعمل اس اند ميد، ام هسميه ام والفي اوف الام. طيب هنا هنا بزيرو، الستارت بزيرو والاند بفور، والميد هيساوي الاس زائد الاي على 2، فهيكون بكام؟ ب 2. حلو، والفالو بتاعت الاتنين كام؟ بتاعت الاندكس 2 كام؟ ب 3. طيب لو انا مثلا بسرش على اكس بتساوي مثلا 20، طيب هل الميد ده اللي هو قيمته 3 اكبر من 20؟
لا. طب بيساوي 20؟ لا برضه. طيب هل الفالو دي او ال20 دي اكبر من الميد؟ اه طبعا اكبر من الميد. فايه اللي هيحصل ساعتها؟ هحرك الاس ده، هيجي هنا، هيجي على الميد بلس 1، والميد بتاعهم والميد حاجة احسبه اللي هو اس زائد اي على 2، فهيكون 3 زائد 4 على 2 هيديك 3.5 اللي هي 3 يعني. فساعتها الميد هيقف على الستارت، فالميد هيجي هنا. طيب نفس الكلام برضو، هل الميد قيمته بتساوي اكبر من 20؟ لا، اقل من 20. اه هو اقل من 20. فساعتها ايه اللي هيحصل؟ انا هحتاج اتجاهل الجزء ده او السيرش سبيس دي. فساعتها هتلاحظ ان الاس ده هيقول ان هو ميد بلس 1، فبرضه هتلاقي ان الاس ده جه هنا. هتيجي تحسب الميد، هتلاقي ان الميد ب4، هتلاقي برضو الميد واقف هنا معاهم. وهتقارن تاني في الايتريشنز، هل الخمسة دي اكبر من 20؟ لا. طب هي اصغر من 20؟ اه. ساعتها هتلاقي الاس دي عدت اصلا الاند والستارت. وركزوا على عدة الاند دي عشان انا محتاجها. فهي دلوقتي الستارت دي عدت الاند، ولحد دلوقتي انا ما لقيتش فالو. فكده انا خلصت كل السيرش سبيس بتاعتي، لان هنا الاس اصلا عدت الاند، فانا ما عنديش سيرش سبيس. لو جيت ادور على سيرش سبيس، لو طرحت الاند ناقص الاي ناقص الاس، هتلاقي طلعت بنيجاتيف نمبر، فدي مش سيرش سبيس يعني. ف حاجه زي كده مهمه ليه، هنعرفها، هنحتاجها في واحنا بنمبلمنت الباينري سيرش. طيب بناء عليه، تعالوا نمبلمنت الباينري سيرش. في البدايه كده، حد عنده سؤال في الجزء ده او في اي حته من اللي انا قلته، او عايز نعيد شرح حاجه عادي يقول، مش عيب يعني. هو أنا عندي سؤال، اه اتفضل. هو الباينري سيرش ما بتطبعش على سورتد اري بس؟ اه يعني هو مش بيشتغل على صورة الاري، لان انا عارف ان البروبرتي اللي انا بشتغل عليها دي، ان هو انا بقارن الميد، وبيكون عندي 3 حالات بقارنهم. ان هو لو الميد ده، لو القيمه اللي انا بدور عليها دي اكبر من الميد، فساعتها انا هتجاهل الجزء اللي ورا الميد كله. فطب لو الاري مش سورتد، انا اصلا هكون ضامن ممكن الاقي ارقام بعد الميد. لو انا مثلا بدور على ارقام كبيره، فانا والميد ده رقم صغير، فانا هحرك السيرش سبيس بتاعتي اللي بعد الميد. طيب لو هنا مثلا، لو بعد الميد لقيت برضو ارقام صغيره تاني، فساعتها الباينري سيرش اصلا مش هيشتغل. بس هو ممكن يشتغل على، في حاجه اسمها ترنري سيرش، دي هناخدها في التو بوينتر، مع التو بوينتر. ممكن الباينري سيرش يشتغل في رينجز تكون سورتد، اللي هو مثلا من ال للار انا عارف ان الرينج ده سورتد، ومن سواء اسندنج او انكريزنج يعني. بس لازم تكون الاري كلها سورتد، ده في حاله الباينري سيرش. لو في حاجه اسمها ترن سيرش، دي ممكن تشتغل في رنجات مش سورتد، ودي برضو ممكن اعملها مع الباينري سيرش لو انا عارف ان الرنجز دي هتكون سورتد. بس لو اري مش سورتد كلها، ما ينفعش ارن باينري سيرش. وضحت؟ تمام. تمام. وفي برضو حاجه، لو انا مثلا عندي في الجزء مثلا في الاري كده انكريزنج، وبعد كده جزء ديكريزنج، ده برضو اقدر اسرش عليه، لان انا عارف ان الجزء ده هيكون انكريزنج، ف هقدر اسرش عليه. وبرضه عارف ان الجزء ده هيكون decreasing، فبرضه هقدر اسرش عليه. ودي حاجه اسمها متونيك. فا اه يعني هو ممكن بايتونيك قصدي، فا اه ممكن باينري سيرش يشتغل في كيس زي كده يعني. حد عنده سؤال تاني؟ تمام. طيب خلينا نimplement الباينري سيرش. دي فويد سولف عادي، وبرمنا في المين عادي. طيب احنا قلنا ان احنا بيكون عندنا تو بوينتر، صح؟ فخلينا مثلا نعمل سيموليشن للموضوع، اللي هو هنعمل اري مثلا وحاجات هنسرش عليها. فهاخد السايز بتاع الاري، خلينا مثلا نعمل ان وكي، هاخد الان والكي. الكي ده التارجت اللي انا هسرش عليه، وعندي اري مثلا ممكن احطها في فيكتور، وهعمل فور لوب. هاخد ال ام بتاعي. حلو، انا كده معايا ال ان وال كي وال اري. طيب احنا قلنا ان احنا بنعمل تو بوينتر، صح؟
واحد ستارت وواحد في الانت، فهيكون عندي مثلا انت ممكن نسميه ستارت او ليفت، وفي ناس هتسميه له وحدي، فاحنا ممكن نقول اس مثلا بتساوي 0 اللي هي الستارت، والاند ده هيساوي الان ماينس 1. ان ماينس 1 ليه؟ لان انا نرجع مثلا تاني هنا، لو انا عندي 1 2 3 4 5، فاقصى اندكس الاري هيكون كام؟ 4، لان الاري 0 بيزد، فمش هينفع اخلي الرايت ده ب 5، يعني ممكن يعمل لي ران تايم ايرور، فساعتها بطرح بخلي الاند ده ان ماينس 1 عشان امسكه الجزء ده اللي هو الاربعه. بس طيب احنا قلنا ان احنا ممكن نفضل شغالين اتريشن لحد امتى، يفضل نعمل اتريشن لحد امتى؟ يعني مثلا في الجزء، في الحاله بتاعت اللي احنا ما لقيناش اصلا انسر او ما لقيناش رقم، فضلنا ماشيين لحد ما الستارت عدت الاند، او لحد ما السيرش سبيس بتاعتنا خلصت، او لحد ما هي طلعت بنيجاتيف، صح؟ فهنا انا هعمل وايل الاس اصغر من ايه، اللوب ده خليها ايه اللي هي اند. فهنا ايه اللي بيحصل؟ هنا هو اللوب ده هيفضل شغال لحد ما الاس دي تكون اكبر من ايه، فهو هيكون ران تيل اس اكبر من ايه. وده في حالة لما احنا ما لقيناش نمبر، يعني ربطتوها ولا لا، يعني لما ما لقيناش نمبر لقينا الاس طلعت اكبر من ايه اصلا، تمام الجزء ده. طيب ايه اللي عملناه بعد كده؟ احنا بكل بساطة حسبنا الميد، فنقول الانت ميد بتساوي الاس زائد الاي على 2. طيب احنا كان عندنا 3 كيسز، اول كيس لو الميد ده بيساوي نمبر بيساوي الكي اللي هي التارجت، ف لو انا بسيرش على بوزيشن فهرجع البوزيشن اللي هو الميد، هقول ريتيرن ميد مثلا، خلي دي مثلا انت و سمي دي باينري مثلا، باينري سيرش. طيب فدي اول كيس لو الميد بيساوي الكي. طيب لو الميد ده اصلا طلع اكبر من الكي، يعني مثلا لو الميد طلع اكبر من الكي، انا محتاج اعمل ايه؟ حد يقول؟ حلو. الاس هتساوي الميد بلس 1، صح؟ اللي هو الستارت الاس هتساوي الميد بلس 1، لان انا عارف ان هنا الميد قيمته طلعت اكبر من الكي. فانا محتاج، يعني خلينا نرجع تاني، لو انا مثلا الاكس بدور عليها دي 2 مثلا، فالميد هيكون هنا 3، فساعتها الميد ده اكبر من الكي، فساعتها انا محتاج اعمل ايه؟ لا انا محتاج احرك الاند، محتاج احرك الاند، محتاج اقلل السيرشز بتاعتي، فهقول ال اي بتساوي ميد ماينس 1، ده هنا في حالة ان الميد ده طلع اكبر من الكي، تمام. طيب تاني حاجة، لو مثلا ممكن نعمل اس، لو دلوقتي مثلا الميد ده طلع اصغر من الكي مثلا، هنا مثلا، يعني مثلا خلينا نقول هنا مثلا كان عندنا ال و ار والاكس انا بدور عليها ب 2 مثلا، فهنا هيكون الميد صح، فساعتها هنا الاكس دي قيمتها اصغر من الميد. طيب لو انا مثلا بدور على الاكس دي بتساوي 4، فقيمة الاربعة دي هتكون اكبر من الميد، صح؟ فهنا لو قيمة الاربعة دي اكبر من الميد، سوري، هنا لو قيمة الأربعة دي، أو عادي ممكن نسيبها هنا زي ما احنا، لو طيب خلينا نرجع تاني على تاني كيس، لو أنا مثلا هنا حاسس إن لخبطت، طيب لو هنا مثلا الإكس ب 2، فهنا وده الميد، الميد قيمته ب 3 صح؟ والاتنين دي أصغر من التلاتة، فأنا أصغر من الميد، فلو أنا أصغر من الميد أنا محتاج أقلل السيرش سبيس، صح؟ فهجيب الرايت هنا للميد ماينس 1. فلو انا لو الاكس دي اصغر من الميد انا هجيب الاي هتساوي الام ماينس 1 اللي هي الكي، وهنا ده الميد. طيب
إلس أنا محتاج أحرك ال start صح؟ لو أنا قيمة ال x اللي بصرش عليها دي مثلا هنا 4، فأنا قيمتي أكبر من الميد، هقلل هديسكارد الجزء ده وهجيب الليفت هيساوي الميد بلس 1، فأقول هنا ال s هتساوي الميد بلس 1. ده بكل بساطة الموضوع. حد مش فاهم اللي احنا عملناه؟ تمام. طيب خلينا كده مثلا نجرب، لو انا سنة. return mid مثلا، او ممكن نعمل كده انا هسي اوت الميد اللي هو البوزيشن، يعني ممكن اقول found at وهقول ميد وهقول الفاليو بتاعته هتساوي مثلا الفيو في الميد بس، وهبريك مضطر ابريك بس او ريتيرن عادي. طيب خلينا كده مثلا نجرب تيست كيس، في غلطة حلو ماشي، مثلا ندخل 5 elements وال element اللي انا هصرش عليه هيكون 5 مثلا، وهنا ادخل 1 2 3 4 5، فهو لقاه في البوزيشن الرابع وال value بتاعته 5. طيب خلينا مثلا نقول هصرش مثلا على الواحد وهدخل 5 element، فدخل 1 2 3 4 5، فهو لقاه في بوزيشن 0 وال value بتاعته 1. حد الجزء ده مش فاهمه؟ لو سمحت بس اتفضل. هو جزء اللي هي ايه؟ ان انا اعملها ascending descending في نفس الوقت، هحط 2 mid ولا 2 mid فوق؟ هي ليها طريقة تانية، انت بتسرش على الاتنين في نفس الوقت. يعني انت بتقسم الاري لجزئين وبيكون لكل جزء ليه ميد معين وبتقعد تسرش عليهم، بس انت تكون ضامن ان دول صورة الدين. حد عنده سؤال في الحتة دي؟ في بروبلم ممكن اوريها لكم على الجزء ده، يعني ان هي بيكون مثلا عندي، هي بروبلم على الكود ممكن اقول لكم عليها في الجزء اللي هو الخاص بتاع اللي هي واحد انكريزنج وواحد ديكريزنج في الباينري سيرش، هحب انزلها لكم، وده زي تشالنج كده مثلا ممكن تجربوا تحلوها. طيب حد عنده سؤال في الجزء ده؟ طيب لو انا مثلا جيت سيرش على element مش موجود مثلا، يعني مثلا 5 و10 هقول 1 2 3 4 5، فهو ما طلعش حاجه، فهنا مثلا ممكن بعد ما الالجوريزم خلصت ممكن اطلع نوت فاوند مثلا، او خلينا مش ممكن نقول نوت. هو هيطلع نوت فاوند ان العشرة فعلا مش موجودة في الاري. حد عنده سؤال في الجزء ده؟ تمام. طيب لو احنا مثلا جينا نقول اللي انا مثلا عايزك تجيب لي اول رقم ظهر انت بتسيرش عليه، يعني مثلا لو قلت 1 و10 مثلا، ممكن نقول 10 10 مثلا 12، مش لو انا مثلا بسرس على الاكس ب 12، فهنا البيست كيس صح اللي هو هحط الستارت هنا والاند هنا والميد هيطلع 12، فهرترن الميد على طول. طيب لو انا عايز اول رقم، اول اندكس ال 12 دي ظهرت فيه، فانا هنا ايه اول اندكس ال 12 ظهرت فيه؟ اللي هو
الاثنين صح. طب لو انا جيت عدلت مثلا في الاري، خليت ده مثلا 12 و12 و12، وجيت قلت انا عايز اول رقم 12 دي هتظهر فيه، ف الالجوريزم بتاعتنا مثلا كانت بتعمل ايه؟ لو جينا مثلا خدناها كده مثلا، الالجوريزم بتاعتنا هتعمل ايه؟ هتجيب الميد. هنا مثلا لو انا عندي الارقام 0 1 و 2 و 3 و 4، هتجيب الميد هيطلع ب 2، اللي هو 4 ناقص زائد 0 على 2 هيطلع ب 2، وهترتين 12 على طول، وده هيكون في اندكس 2. بس انا اوريدي اصلا عندي اندكس في اندكس 1، يعني عندي 12 في اندكس 1، فحاجه زي كده ممكن اعدلها ازاي؟ هنا الالجوريزم بتاعتنا هتقول احنا لقيناها خلاص، جيم اوفر، انا لقيت ال 12 في اندكس 2. طب انا لسه، انا ممكن يكون عندي ال 12 دي موجوده في اندكس قبليه، يعني لسه ما ظهرتش، لو الاري مثلا ايكوال بالشكل ده. فحاجه زي كده مثلا ممكن نعملها ازاي؟ لو انا يعني هو هيحصل تعديل صغير، ان هو ليه مثلا نرجع للكود اللي هنا مثلا، هعمل ايه؟ بدل ما ترمينيت هنا، بدل ما انا لقيت الميد وهترمينيت، انا ممكن مثلا مثلا ممكن اعمل ريزلت هسميها سالب واحد مثلا. وهنا لو انا مثلا لقيت في الكيس بتاعتي دي اللي انا قلت 12 12 12 13 مثلا، فهنا هنا في اول مره هيكون الميد موجود هنا، فهنا هسيف الميد ده في الفاريبل اسمه ميد. حلو. ومحتاج اشوف لو انا قبليه اصلا 12 صح. فلو انا مثلا قبليه 12، انا المفروض اعمل ايه؟ لو عايز ابص على السر، على لو انا هديسكارد الجزء ده كله وعايز ابص على قبليه انا في 12 ولا لا، هعمل ايه؟ هقلل الرايت صح. فهروح جاي بكل بساطه عامل ال h بتساوي mid minus 1. طيب لو انا مثلا هنا، لو انا مثلا هنا قلت الهاي ده اللي هو mid minus 1، فانا قللت السيرش بتاعتي، لان انا هنا انا في الميد هنا في 12، وده مش ال ثانية ممكن اكتب انسيز 1 2 3. هنا انا قبليه 12 لسه ما في اندكس قبليه، وانا عايز الفيرست بوزيشن ال 12 ظهرت فيه. ف هقلل السيرشز بتاعتي، ف مش هترمينيت، انا الجزء بتاعتي القديمه كانت بتترمينيت صح، بس انا مش محتاج اترمينيت. طيب انا هقلل السيرش سبيس، هجيب الرايت للميد ماينس 1، وهشوف لو ال لو ال في في ميد مثلا دي اكبر من الاكس من الكي، قصدي لو هي اكبر من الكي، فانا محتاج برضو اقلل السيرش سبيس. طيب غير كده هقول الاس بتساوي الميد بلس 1. طيب الريزلت دي هتسيف لي اول اليمنت، اول بوزيشن الدنجر ظهرت فيه. فخلينا مثلا نعمل سيموليت لحاجه زي كده. تمام. طيب خلينا نقول 0 1 2 3 4، وهنا 0 1 2 3 4. هعمل بس الجدول S و E و mid و ال V of mid. طيب أنا في أول حاجة ال S هيكون واقف فين عندي؟ هيكون واقف على زيرو صح؟ وال end هيكون واقف هنا. طيب ال mid احنا قلنا ال mid هيساوي ال end زائد ال S على اتنين، فهيكون اتنين، وال S بزيرو وال end بأربعة. حلو. وال value بتاعت ال mid بكام؟ فاحنا قلنا الميد طلع باتنين، فالفاليو بتاعت الميد هتكون باتناشر. طيب في الالجوريزم بتاعتنا الاولى اللي هي الباينري سيرش عليه خالص، كان هياخد 12 دي ويقول لك انا لقيتها وهرجعها لك شكرا، بس هنا انا محتاج اشوف الفيرست بوزيشن ال 12 دي ظهرت فيها. فاحنا قلنا ان احنا هنقلل السيرش سبيس، فايه اللي هيحصل ساعتها؟ هقول
ال end هتساوي ال m minus 1، فهجيب ال end هنا وهحسب الميد تاني، فهنا ال s بقت بكام؟ بزيرو، وال end ب1، وال m بكام؟ بواحد، الاتنين هتطلع بواحد، ال m هتطلع ب1، وال value بتاعتها ب12. طيب انا هنا الميد هيكون ال value بتاعته ب12. طيب هل ال وهنا انا كان عندي مثلا ريزلت مسميها بسالب واحد صح، والريزلت دي في اول iteration طلعت اللي هو موجود في البوزيشن ده اللي هو 2، فالريزلت بدل من سالب واحد بقت موجوده في 2. طيب دلوقتي الريزلت دي لقيت 12 صح، يعني هي لقيت 12 بس موجود في اندكس كام؟ موجود في اندكس 1، فهجيب الريزلت هتساوي 1. طيب نكمل الالجوريزم لحد ما التيرمينيت. انا كده وصلت ان ال 12 دي موجوده في البوزيشن 1 لحد دلوقتي، ده اقل بوزيشن انا لقيت في 12 فيه. ايه اللي هعمله بعد كده؟ احنا جبنا الميد وجبنا الاند وكده قارنا وسيف. طيب اللي احنا هنعمله بعد كده اللي انا هشوف هحسب الميد وحاسب الاس والاي تاني. فهنا الاس واقفه على كام؟ زيرو. واحنا قلنا لما احنا بنلاقي الريزلت احنا بنقول الاي بتساوي ام ماينس 1 هنا، فهنا الاي هتتغير، فهنا الاي هتساوي الام ماينس 1 هتيجي هنا، والميد هيساوي 0 على 0 على الاثنين هيطلع ب0 هيجي هنا برضه. في حد عايز يجوين؟ تمام. فالاس الاس ب0 والاي ب0 والميد برضه هيكون ب0 والفالو بتاعتها ب1. طيب هل 1 دي هل ال 1 دي ثانية احنا قلنا 1 حلو، الميد هيطلع ب0 والفالو بتاعتها ب1. هل ال 1 دي بتساوي ال 12؟ لا. طيب ال 1 دي اكبر من ال 12؟ لا برضو. طب ال 1 دي اصغر من 12؟ اه. فساعتها هتلاقي الاس عدت الاي، وهنا البروجرام ده هيترمينيت، وده اللي احنا عملناه هنا، اللي انا جبت اول element ظهر. فهنا ممكن نطبع مثلا result. حد مش فاهم الجزء ده؟ أعيده ثاني عادي يعني. كده طيب خلينا مثلا نجرب مثلا على التسكي على اللي احنا حطيناه. انا هسرش على 12، وهنا 12 12 12 13 0 1 هو ليه رجع 1 ثانية؟ المفروض يرجع 1 اس زائد اي وال v بتساوي ميد بتساوي كير وال result بتساوي ال e minus 1. طب المفروض يرجع 1، ليه يرجع 0؟ ليه يرجع 2؟ ثانية ال e بتساوي الميد ماينس 1، وهنا ال s هتساوي الميد بلس 1. كل حاجة منطقية المفروض. طيب خلينا كده نتريسو. طلع الميد باتنين بس، ليه بقى؟ حلو، الريزلت بتساوي الميد، الريزلت بتساوي الميد ده مظبوط، وال e بتساوي الميد ماينس 1، ولو الميد أكبر من الكي
هجيب ال e بتساوي ميد ماينس 1، وهنا ال s بتساوي ميد بلس 1. ايه اتفضل يا يوسف. طيب ما دلوقتي الـ E هتساوي الـ mid minus 1 هتكون واقفة على أول 12، فبالتالي لما تيجي تحسب الـ mid التاني هتبقى 0 plus 1 على الاتنين، هتحسبها integer value، فالـ mid هيطلع بـ 0، 0 plus 1 على الاتنين هتطلع بـ 0. ما هو ده، لا ده اللي احنا وصلناه هنا، اللي طلعنا ميد بزيرو عادي، وعملنا ترمينيت. أيوه، عشان كده هو الـ mid مش هيقف على أول value. الميد مش هيقف على اول فال، يعني مش هيقف على بوزيشن واحد، هيروح على الزيرو على طول. ثانية، احنا هنا عملنا ال S زائد ال E في تاني iteration. احنا عملنا ان ال S بتساوي زيرو وال N بتساوي ون، حلو، وحسبنا الميد اللي هو هيكون زيرو بلس ون على الاثنين. واحد، واللي هيطلع 12. واحد ازاي انت مش بتعمل سيل مثلا؟ واحد على الاثنين فيها زيرو. ما زيرو بلس ون على الاثنين، ايوه زيرو بلس ون على الاثنين يعني واحد على الاثنين. طب ثانية كده بالظبط، خلاص ده. طيب اللي احنا عملناه ده، اللي احنا عملنا سيل، لا برضه ثانية، 0 1 و 2 ال S زائد ال E minus ال S على الاتنين. ثانية، محتاج اراجع الكود. result بيساوي 1، حلو، وال S تساوي E minus S على الاتنين. لو هي ال value تساوي ال K، result هتساوي ال mid. طيب لو ال mid أكبر من ال K، ال E بتساوي mid minus 1، else ال s بتساوي ال mid plus 1. كل حاجة وانت غير. طيب استنى كده، mid 2 هطبع ال s وال end. هو ليه وقف؟ احنا في حاجة عملناها غلط. ما الميد راح على الزيرو على طول، قلت لك مش عارف اروح. ممكن تظبط معاك لو عملتها مشيت 1 بيز مش 0 بيز. لا لا، ثانية، فيها غلط. استنى، ال E بتساوي N minus 1. لو انا جيت قلت ان ال E، كيف ثانية كده اروح حاجة، زيرو خمسة ومية باتنين. طب لو طلعت ال start، زيرو وان و تو ثري، لا انا مش عايز ده. احنا قلنا هنا، طيب تعال راجع اللي احنا عملناه تاني، تعال راجع اللي احنا عملناه تاني. انا قلت ان انا محتاج اجيب اول فاليو ظهرت في الاري، حلو، فهحط الاس هنا والاند هنا. طيب احنا قلنا في اول مره الاس هتكون زيرو والاند هيساوي 4، والميد هحسبه هيساوي ال زائد الار على 2، فهيكون ب 2. فهنا هيكون ب 2، وهنا الفاليو بتاعتها هيكون ب 12. طيب والريزلت اصلا عندي انيشالي هو بزيرو بسالب واحد، حلو. طيب ايه اللي انا هعمله بعد كده؟ اللي انا هقارن هل الفالو زي اللي انا عملته في الاجزم بالظبط، هل المد بيساوي الكي دي؟ هو اللي بيساوي الكي اللي هي ب 12، فساعتها الريزلت بقى اعمل له ابديت هيساوي المد اللي هو ب 2، وبعد كده بقول الاي هتساوي الان ماينس 1. تمام، وبعد كده بقول ان هنا الاس ب 0 والاي بتساوي 1 والام هتساوي الواحد على الاثنين هيطلع لك 1،
اللي هي مثلا لو احنا جينا حسبناها بالطريقه دي، في ساعات احيانا الناس مثلا بتقول ان الميد ده ممكن الاس زائد الاي دي اوفر فلو، يعني هي هتكون تطلع مثلا دي ب 2 1e9 وهنا دي 2 1e9 على 2، فده او 4 1e9 و4 1e9، فده ممكن يوفر فلو. في ناس بتخاف من الاوفر فلو، فاحنا ممكن نعمل حاجه بسيطه خالص، اللي انا هقول حجم، هقول اي ناقص الاس على 2 واجمع عليهم الاس، فده نفس اللي انا عملته. يعني مثلا هنا لو الاس بتساوي 0 والاند بتساوي 4، فده المفروض الميد يطلع 2. فهنا لو جينا حسبنا الاي ناقص الاس هتطلع ب 4 على 2، فهيكون 2 زائد 0 هيطلع 2. فدي طريقه عشان نتجنب الاوفر فلو، وده ده زي السيل، يعني انا زي عملت سيل، عملت راوند اب. طيب حد كان رافع ايده؟ يوسف حسن اتفضل. طيب هو احنا ممكن لما الميد بتساوي كي نخلي الاي بتساوي الميد بدل الميد ماينس 1؟ الكلام ده لو انت عامل الواي اصغر من الاي، بس انا الريسيرشز بتاعتي بتكون من 0 ل 4، مش من 0 ل 5، فاهمني؟ يعني انا بترمينيت لما الاس تعدي الاي اصلا. معايا؟ انا فاهم. طيب ثانية بس كده اكمل الجزء ده. احنا قلنا الاي بتساوي 1 صح، والميد هيطلع ب 1. يعني ثانية، هو هنا دخلت ال n وال k، اه هنا n minus 1 كده المفروض تشتغل. انا غيرت ايه تاني؟ اه هنا هطبع ال result. زيرو وان تو، لا غلط برضه. ثانية، اتفضل يا عبد الرحمن. هو ممكن اعمل، هو بيعمل فلور فعشان كده تبقى مد بصفر. طب انا ممكن اعمل فانكشن سيل وخليه تبقى بواحد. ما هو ده اللي انا عملته هنا بالظبط. طب وانا اعمل غلط؟ ما لسه بتريس، ثانية واحدة، في حاجة هنعملها غلط. احنا قلنا ال end بتساوي 1 و 0، فهنا مثلا ال s بتساوي، احنا قلنا ال s بتساوي 0 وال end بتساوي 1، فهنا هقول 1 ناقص 0 على ال 2 زائد 0. ثانية كده، واحنا مدخلين ال n ب 5، مدخلين كام نمبر؟ 12. حلو. طيب ال E ناقص ال S على 2، حسب الميد ب 2 وال S ب 0 وال N ب 4، وعمل ترمينيت. يعني في حاجة بتوقف، في حاجة حاسة بتوقف الكود. while ال S أصغر من A بتساوي ال E، وهنا ال E بتساوي ال mid minus 1. ده مظبوط. ليه هو الكود تمام على فكرة، بس هي الفكرة في الكيس اللي هو لما الستارت تقف على الواحد والاند تقف على ال 12 اللي هي تاني اندكس، لما تيجي تجيب الميد مستحيل هيقف على ال 12، هيروح على الواحد على طول. انت لما تيجي تقسم هيجيب لك الاندكس 0، حتى لو عملت السيل اللي هو الستارت زائد ال E minus ال S على 2. فهو انت النقطة ديت انت ممكن تخلي مثلا الميد بتاعك يقف على الاند بدل الاند ماينس 1، يعني في كيس ان هو الستارت والاند ما بينهم واحد، فرق ما بينهم واحد، تخلي الاند تساوي الميد مش ميد ماينس 1. انا فاهمك، يعني فاهم اشتغل. انا فاهمك. احنا ممكن نعمل كده، بس ده دي كانت حاجة في اللور باوند كنت هقولها، بس انا عايز اعرف هو ليه بيشيل. هو الكود تمام، هو في حاجة غلط؟ لا في حاجة غلط، في حاجة بتفيل. طيب ثانية كده، لو أنا مثلا جيت أقول مثلا 5 و1 ل 10، مثلا 10 و12 و14 و15، لا ما دخلتش تارجت. خمسة، 10. ثانية، 5 و10 و1 و10 و10 مثلا، 12 و14 و15 مثلا، حسب الميد برضو غلط.
ازاي ده؟ اي ميد ماينس 1 لو الكي، لو المد اكبر من الكي، لو المد اكبر من الكي انا هجيب الاي بتساوي المد ماينس 1، لو المد اكبر من كي هجيب الاي بتساوي المد ماينس 1. اتفضل يوسف. انت دلوقتي لما الميد بتاعك بقى بيساوي التارجت، تمام، انت حلو بتخزن التارجت او البوزيشن بتاعك في الريزلت، حلو، المفروض بقى هنا تخلي الاند بتساوي الميد، مش الميد ماينس 1. في الكيس دي هي المفروض تخلي الاند بتساوي الميد، ليه بقى؟ لان انت ما حسبت الميد بتاعك كانه رينج، اخر رينج بتاعك، ما ينفعش تقف على اللي بعده. انا شايفها كده، يعني انت هتخلي الاند بتاعتك على تاني 10 بحيث تقدر تجيب الميد، انما انت لما تخلي الستارت والاند بتوعك ورا بعض كده مش هتعرف تجيب الميد. انا مش فاهمك قوي، بس استنى كده. لا مش هنا، الكونديشن التاني فوق. هو انت عايز تخلي الاند بتساوي ميد ماينس 1؟ ثانية، احنا ممكن اصلا، صدر ثانية، انت التوبيك. ممكن، انت ممكن تتجاهل دي. ثانية اقول لك، ممكن نتجاهل دي اصلا. ايه ده؟ في حاجة غلط. تمام، ثانية. تمام، وانا طلعها صح. الغلطة خدت بالي منها، الغلطة ان انا هنا كنت برضو بروح اقلل الاي بتساوي ميد ماينس 1 مع اني قللتها هنا، بس انا محتاج اشوف لو هو اكبر. بس يعني حد وصل له المعلومة؟ ثانية، عندي ساعة بس. يعني التعديل كان هنا بس، اللي انا مش محتاج اقلل الاند تاني، دي ما خدتش بالي منها، معلش. وهنا هطبع الريزلت. فمثلا لو جينا نجرب 5 مثلا و12، وقلنا 1 12 12 12 15، فطبعا اللي هو فعلا في اول ال 12 ظهرت في الاندكس 1. حد مش فاهم احنا عملنا ايه؟ معلش حصل لخبطه، بس هنا كانت الغلطه، يعني اللي انا محتاج اقلل الاند هنا بس. تمام، طيب. هي المسألة دي على فكرة كانت جاية في جوجل انترفيو قبل كده، اللي هو وعلى ليت كود، اللي هو كانت مثلا كان جايب زيروهات زيروهات وبعد كده وحيد، وكان عايز الفرق، ومسمي الوحيد دي الجود نمبر ومسمي الزيروهات دي باد نمبر، وكان عايز أول جود نمبر تلاقيه في الأري. فكانت دي كانت باينة سيرش عادية وليها حل بروت فورس، اللي أنا همشي عادي لحد ما ألاقي أول واحد، بس هو كان عايز حل ده باينة سيرش. اتفضل يا يوسف. يوسف حسن، انت رافع ايدك تقريبا. طيب باشمهندس، معلش، هو احنا ينفع نجرب اللي هو لو الميد بتساوي كي اخلي الاند بتساوي ميد وارجع الكود زي الاول تاني؟ تعالى كده، بتقول ايه بالظبط؟ تخلي ال اي بتساوي الميد الاي بتساوي الميد. هنا بالظبط. تعالى كده نجرب. لا مش هتظبط معاك، هي المشكلة هنا اللي أنا مش محتاج أقلله تاني، فاهم؟ يعني إحنا كنا اشتغلنا صح، بس إحنا مش، أنا مش محتاج أقلله تاني، فاهم؟ أنت قصدك إن أنا هنا ثانية هيطلع يا إلهي 5 12 واحد 12 12 12 15 مثلا هيطلع تاني. فالفكرة انت مش محتاج تقلله تاني، بس دي الحتة اللي اتلخبطت فيها. فانت محتاج بس، احنا خلاص طالما لقيناها فهقلل السيرش سبيس خلاص، بس مش محتاج اقلله تاني، فاهم قصدي؟ بس يعني، فده بخصوص اللي انا الاقي فيرست element انا بسرش عليه في الاري. طيب لو انا مثلا محتاج اجيب اخر مكان ال element ده فيه ظهر مثلا، ف احنا ممكن برضو بكل بساطة نعمل، لو انا مثلا جيت قلت في حد رفع ايده، اتفضل يا يوسف كنت عايز اقول الحل، بس قول. ممكن بقى نخلي الستارت بتساوي ميد بلس 1، احنا هنسكيب الجزء الاولاني. بالظبط، هو ده فعلا اللي احنا هنعمله بالظبط.
طيب خلينا لو انا مثلا عايز اشوف ال 12 دي في اخر مكان ظهرت فيه، فخلينا ندرس الاول عشان ما نكتبش كود دلوقتي. لو انا مثلا جيت قلت ان هنا مثلا ال S على 0 وال end هنا وال M هنا، حلو، وجيت قلت يعني بنفس اللي احنا بنعمله بالظبط، انا محتاج بقى اجيب الفيرست اللاست بوزيشن ال 12 دي ظهرت فيه. ف هنا الاس ب 0 والاند ب 4 والميد هيساوي 2 والفاليو بتاعت الميد ب 12. طيب وهيكون عندي برضو نفس الكلام ريزلت ده هسميه سالب 1، ودلوقتي انا لقيت الام دي بتساوي ال 12، الفي اوف الميد بتساوي ال 12 صح؟ بتساوي كي، فهقول الريزلت هتساوي البوزيشن 2. طب انا محتاج اجيب اللاست بوزيشن، ف نفس اللي احنا هنعمله بالظبط، بس الفكره ان انا هقل هديسكارد الجزء ده، انا محتاج اشوف لو في حاجه هنا وانا اوريدي معايا انصر، فهجيب الاس هنا بيساوي الميد بلس 1، فالاس هتكون واقفه على الميد بلس 1، وهبتدي احسب الميد والاس والاس والاند تاني والميد، فانا الاس هتساوي 3 والميد هتساوي 4، الاند هتساوي 4، وهنحسبها بالطريقه اللي هي عشان ما يحصلش اوفر فلو. اللي انا هقول دلوقتي الاس مثلا عندي بكام؟ ب 3، هقول 3 زائد ال 4 ناقص 3 تطلع ب 1 على 2، ف 4 ناقص 3 على 2 تطلع ب 1، وزائد 3 هيطلع 3، اصلا ده هيطلع 3 اللي هو هيطلع 3 زائد 4 ناقص 3 على 2 هيطلع 0 وزائد 3 هيطلع 3، فالميد هيجي هنا. طيب الميد دلوقتي قيمته كام؟ 12، واقف فين؟ عند 3. طيب الريزلت هتكون ب 3، طيب ايه اللي محتاج اعمله بعد كده؟ اللي انا برضه هدور هسأل واشوف الميد، هل الميد بيساوي 12؟ اه بيساوي 12، فساعتها ايه اللي هيحصل؟ هحرك الاس، الاس هتساوي الميد بلس 1، فالاس هتكون واقفة هنا والاند هتكون واقفة هنا والام برضه هتكون واقفة هنا، فهل ده بيساويه؟ لأ. بعد كده هتحرك الاس عشان اقول هقول else برضه حرك الاس، فساعتها هيكون ال 12 دي اقل اصلا من الميد، فالميد والاس هتكون واقفه هنا وهيكون اقصى ريزلت انا جبتها 12. فدي حاجه زي كده مثلا احنا ممكن نعملها امبلمنت ازاي. طيب خلينا نقول ان هنا مثلا شباب سامعني؟ الصوت واضح؟ الصوت واضح. طيب حاجة زي كده مثلا ممكن نعمل امبلمنت ازاي؟ احنا قلنا لو احنا لو لقينا الكي بتساوي الميد، فانا محتاج احرك الاس اخليه الاس بتساوي الميد بلس 1، طيب بس هنا برضو محتاج اشوف لو مثلا هو مثلا اف ال view في المادة دي اكبر من ال k، فهقول ال e بيساوي m minus 1 mid minus 1، وهنا else هتساوي mid minus 1. فمثلا خلينا نجرب، زيرو وان تو ثري وقف جاب اخر element. خلينا مثلا نجرب ارقام تانية، برضو جاب ال mid ال position اللي وقف عليه 13.
حد مش فاهم الجزء ده اللي هو بخصوص اللي انا اجيب الفيرست واللاست؟ حد فاهم الجزء ده شباب؟ ما عنديش مشكلة عيده عادي. طيب تمام. طيب احنا كده اتكلمنا على الباينري سيرش وازاي نلاقي فيرست اكيرنس ايلمنت اللي هو اول ايلمنت ظهر، ولاست اكيرنس ايلمنت اخر ايلمنت ظهر. في حاجة تانية ممكن يكون حد بيستخدمها، هي في الاس سيلز، اللي هو احنا ممكن بدل ما نكتب الباينري سيرش يعني نستخدم الاس سيلز، هي فيها باينري سيرش اللي هي اسمها باينري سيرش اعتقد، اه باينري سيرش كده. ولو مثلا عندي فيكتور مثلا، خلينا نرجع اه، فمثلا عندي فيكتور فهقول الباينري سيرش وهديله الفي دوت بيجن والفي دوت اند والفاليو اللي انا بسرش عليها. الفاليو مثلا هسرش على مثلا 5. طيب الفي دوت بيجن ده والفي دوت اند ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن اتريتور. مثلا لو قلنا 1 2 3 4 5، هنا الفي دوت بيجن بيمسك اول element، والفي دوت اند بيمسك جاربج فاليو، يعني بيمسك الاليمنتس اللي بعد الاخير. فهنا بقول له السيرش سبيس بتاعتك الاريت دي كلها لحد الفي دوت اند. فالفي دوت اند ده مش بيمسك اخر element، لا ده بيمسك الاليمنت اللي بعد اخر element اللي هو بيكون جاربج، يعني ممكن يرجع لك ميموري ادرس بس، وبديله الفاليو اللي بيسرش عليها. فده موجود في الاس تي الز. يعني مثلا هنا لو جيت سرش على 5، طيب لو انا مثلا هنا الميثود دي بترجع اتريتور برضو، فلو عايز اجيب الفاليو بتاعتها فبقول ناقص في دوت بجن، او اجيب الاندكس بتاعها اللي ظهرت فيه. هو زعلان ليه؟ اه هنا عشان هو بيرجع اتريتور. فيديو اند فيديو بجان فيديو اند ناقص 5. طب ياخد استريب بيرجع الفاليو على طول. تمام، ده بيرجع الفاليو على طول، مش اللور باوند والابر باوند بيرجعه تاني. فهنا مثلا جيت اطبع سي اوت، مثلا 5 1 ل الاري سورتد كي، دخل الاليمنتس والفاليو 5. هي كانت بترجع اتريتور صح؟ انا مش فاكر بالظبط. بيت اند clear دي 1 باينري سيرش في دوت بيجن في دوت اند 5. حد بيستخدم ال STL دي؟ وال element sorted ماله بقى؟ طيب 3 مثلا، وان برضو هي مش شغالة ولا ايه؟ ما تفضلي. تقريبا الباينري سيرش فانكشن دي بتطلع يا ترو يا فولس. موجود يا مش موجود؟ اه فطلعت وانا عشان فعلا موجود، لكن لو كتبت رقم مش موجود مثلا تقريبا هتطلع زيرو، مش عارف تقريبا يعني. اه ده ممكن فعلا، بس هو كان مكتوب اللي هي ترجع تريتور.
لا هي فعلا بوليان فانكشن، ما خدتش بالي. في فانكشن اسمها اللور باوند والاور باوند، دول بيرجعوا الاتريتور، بيرجع لك الاليمنت والبوزيشن بتاعه. بس انا فاكر دي كانت بترجع بوزيشن بس مش فاكر ازاي بصراحه. بس هي ممكن توصل لها في الدوكيومنتيشن في بتاعه الاس سيلز. هي في فانكشن اسمها باينري سيرش ولور باوند والاور باوند. لو حد فيكم استخدم اللور باوند قبل كده، فاللور باوند ده بيرجع، لو مثلا انا بسرش على الاكس فهو بيرجع القيمه اللي بتساوي الاكس او الاكبر منها. ف مثلا الاكس هو هيرجع القيمه اللي بتساوي الاكس او الاكبر منها، الابر باوند بيرجع القيمه الاكبر من الاكس. ف ده برضو شغال بالباينري سيرش، واحنا ممكن نمبلمنته مع بعض. وده موجود في الاس تي ال يعني، يعني مش بتمبلمنته بايدك يعني، في الاغلب هتستخدم اللور باوند والاور باوند وخلاص يعني. بس احنا ممكن نمبلمنته مع بعض. لو انا مثلا قلت ان اللور باوند مثلا نجيب هنا لو مثلا عندي 1 و 2 و 2 و 3 و 4 و 5 مثلا، اللور باوند برضو بيرجع لك اول element ظهر فيه، يعني بيجيب الفيرست element بس زائد معاه بيجيب الجريتر element. فهنا 2 و 3 و 4 و 5 نكتبهم تحت احسن. فهنا برضه هيكون عندي اس، هنا اند، والميد هيكون الميد هيتحسب دول 5، فهيكون 0 1 2 3 4 5 دول 6 ارقام. فالميد هيكون 5 ناقص 0 على 2 هيطلع 2، فالميد هيكون هنا. اللور باوند بتعمل ايه؟ اللور باوند دي بتشوف لو انا عندي element اكبر من اللي انا واقف عليه او بيساويه. طب لو بيساويه فهي هترجع اول element هي ظهرت فيه زي ما احنا عملنا كده في first. بس انا هي التعديل الوحيد اللي فيها اللي هي هترجع الاليمنت الجريتر لو اللي بيساويها ده مش موجود. فمثلا لو انا هسرش هنا مثلا الاكس مثلا ب2، فهي هتجيب لي ده بنفس طريقه الفيرست. طيب لو انا عايز بقى الفالو الجريتر زي ان الاثنين دي، والاثنين دي اصلا مش موجوده، يعني مثلا لو انا هنا عندي مثلا دول كلهم دول مثلا تلاتات، وعايز انا اجيب الفالو الجريتر ذان 2 او بت ايكوال، بس هنا مفيش ايكوال فهرجع التالتة صح. فاللور باوند بتعمل ايه؟ اللور باوند بتقارن، بتمشي اللي هو مثلا خلينا مثلا نقول اس و اند و ام، والاس بزيرو والاند بتساوي 5 والميد بتساوي 2. لو انا هنا مثلا الميد دلوقتي قيمته كام؟ ب3 صح. اللور باوند بتشوف لو التارجت ده اكبر من الميد فانا هزود ال بتساوي ال ام بلس 1 عادي، تبين الفلاش بتاعنا عادي. فهنا دلوقتي التارجت ده اكبر من الميد صح، فانا هجيبه هنا هتساوي ام بلس 1. التارجت بتاعي قصدي بيساوي الميد. انا حاليا بسرش على 3 صح، قلنا الاكس بيساوي 3 او 2 قصدي، وانا عايز اجيب الفاليو الجريتر زين 2. ف اللور باوند هيقول هيقارن لو الميد لو التارجت اكبر من الميد انا هجيب ال اللي بتساوي الام بلس 1. فهنا الستارت هيكون هنا، هيجي هنا بالظبط وهبتدي احسب الميد تاني. فهنا هيكون الستارت بزيرو ب3 قصدي، والاند بتساوي 5، والميد هيساوي 4، وقيمة الميد هتكون 4 برضه. طيب اللور باوند هتسأل هل التارجت ده اكبر من اللي انا بسرش عليه؟ فهيكون هل التارجت ده اكبر من اللي انا بسرش عليه؟ فهنا مثلا انا بسرش على 2 صح؟ فحاجة هنا بالظبط. طيب الاس هتقف هنا مظبوط، والميد هيتحسب هيكون برضو هنا.
تمام، فساعتها الاس والاند هيكونوا واقفين عند الخمسة. فهاجي هنا، هل التارجت ده اكبر من الفايف؟ لا، سوري يا شباب انا اتلخبطت في حاجة، خليني بس ترجع. احنا دلوقتي قلنا الاكس باتنين مظبوط، فقلنا الاس بتساوي زيرو والاند بتساوي خمسة والام بتساوي اتنين والفي بتساوي تلاتة وقيمة الميد دي بتساوي تلاتة يعني. طيب دلوقتي هل التارجت ده اكبر من الاتنين؟ لا، هو التارجت اللي انا واقف عليه ده، اللي انا واقف عليه التارجت اكبر من التلاتة، فلا يعني التارجت هل هو اكبر من التلاتة؟ فلا، فساعتها انا محتاج اعمل ايه؟ زي البانل سيرش عادي، هجيب الاند بتساوي الام ماينس 1، فاقف هنا بالظبط. والميد هيتحسب هيكون بزيرو. بعد كده اشوف دلوقتي هنا بزيرو والاند ب1 والميد بزيرو، وهنا هشوف قيمة الميد بكام؟ ب1. طيب هل التارجت اكبر من الميد؟ اه التارجت اكبر من الميد، فهجيب الاس بتساوي الستارت بتساوي الميد ماينس بلس 1، فالاس والستارت هيقفوا عند الاند. طيب والميد هيقف برضه عندهم، لان الميد هيكون جمعهم على الاثنين فهيكون ب1، فالميد هيكون بكام؟ الاس هيكون ب1 والاند هيكون ب1 والميد هتكون ب1 برضه وقيمتها هتكون ب3. طيب هل التارجت ده اكبر من ال، هل التارجت ده اكبر من الثلاثة؟ يعني الاكس دي، هل الاكس دي اكبر من الميد من الثلاثة؟ لا، هي مش اكبر من الثلاثة صح؟ يعني الاكس باتنين، هل هي اكبر من الثلاثة؟ لا، فهجيب الار، الار بتساوي الام ماينس 1، الاند هيساوي الار ماينس 1، فساعتها الاس بقت اكبر من الاي، فالبروجرام هيترمينيت. ساعتها الفاليو اللي هتكون ماسكه الجريتر ايليمنت هيكون كام؟ هتكون الستارت صح؟ هي اللي هتكون ماسكه الجريتر ايليمنت. حد مش فاهم اللي انا قلته في اللور باوند؟ واضح ولا؟ تمام. طيب تعالوا مثلا نمبرمنت حاجة زي كده. فمثلا هنا ممكن نقول lower bound، وهنا هنقول ال هقول مثلا ال انت بتساوي s بتساوي 0 وال r بتساوي n minus 1. انا هناك عندي فيكتور ممكن نخلي كل حاجة زي ما هي عادي. فهنا هقول ال انت بتساوي ال l بتساوي 0 وال r بتساوي ال n minus 1، والإيتريشن بتاعتنا عادية. ليفت و رايت. ف احنا قلنا لو الميد ده طلع أكبر من الكي، لو الكي طلع أكبر من الميد، قصدي الميد هيساوي اس زائد ال زائد ار ناقص ال على الاثنين. طيب لو الكي دي طلعت اكبر من الميد، ايه اللي محتاج اعمله؟ احرك الاس. طيب لو هي مش كده، هنزل الار تساوي ميد ماينس 1. وساعتها اللي هيكون ماسك لي الجريتر ايلمنت هيكون الاس، فممكن اطبع البوزيشن بتاعه. الليفت قصدي. فمثلا احنا هنا احنا قلنا هنجرب كام؟ واحد، هندخل خمسة، هنسرش على اتنين، واحد تلاتة تلاتة. تلاتة أربعة خمسة. فهنا رجع لي ال value greater than 2. حد مش فاهم الجزء ده؟
لو حد مش فاهم هيدلو عليه يعني. وهنا برضو رجع اول element، اول element ظهر الخمسة ظهرت فيه اللي هو position 1. حد فتح المايك تقريبا. اه بص، كنت ممكن بس شرح اللي فات ده سريعا كده عشان النت كان عندي بيقطع. ولا يهمك عادي. طب تعالى وخليك معايا. قشطة، ايه تعالى وخليك معايا يعني، اتكلم معايا. تمام، هو انت قطع من الاول خالص صح؟ لا من يعني من اول تقريبا، هو من ماشي الاول. ماشي، مش مشكلة. احنا في البند سيرش بتاعنا بنعمل ايه؟ بنحط الاس والان صح؟ وبنحسب الميد. الاند بكام دلوقتي؟ الميد ولا الاند؟ الاند الاند بـ4. خمسة بقى، ماشي مش ماشي. والميد واحد الميد بـ3. بتلاتة. ليه احسبه؟ طيب خمسة على اتنين. خمسة، خمسة على اتنين. اه اتنين، تمام. طيب وقيمة الميد بتلاتة صح؟ تلاتة. حلو. احنا محتاجين، احنا قلنا اللور باوند دي بترجع اول element انا زيه ايكوال لي، او الاليمنت اللي انا جريتر عنه اللي انا بعديه. ف دلوقتي انا عملت اري ما فيهاش اصلا الاليمنت اللي انا بسرش عليه اللي هو الاثنين، بس انا عارف ان اللور باوند دي هترجع لي الثلاثه دي اللي هو اول جريتر اليمنت. حلو الجزء ده، انت فاهمه؟ تمام فساعتها تمام ايه اللي هيحصل؟ دلوقتي اللور باوند تشتغل. انا بقول هل الاكس دي اكبر من الميد؟ هل التلاتة أكبر من الاتنين؟ هل الاتنين لا هل الاتنين أكبر من تلاتة؟ لا، صح؟ فا إيه اللي أنت محتاج تعمله ساعتها؟ ان انا اجيب احرك الاند ميد ماينس 1. لأ بس في اللور باوند بقى أنا هحرك الليفت. ستارت. ثانية، احنا قلنا الإكس باتنين صح؟ اه وأنت واقف عند تلاتة مظبوط؟ ايوه. طيب هل الاتنين أكبر من تلاتة؟ فهحرك الاند. تمام. هجيب الاند هنا، هجيب، قلنا الاند بتساوي ام ماينس 1 مظبوط؟ فهقف هنا. ده انت فاهمه مظبوط؟ اه بس احسب الميد تاني اللي هو هيكون كام؟ بزيرو يبقى بزيرو اللي هو الواحد. بالظبط. هنحط الميد هنا. فهرجع الاند عشان اكبر قيمة. لا هو لسه يعني، تعالى نحسب الستارت. الستارت هيكون بزيرو، والاند هيكون ب1، والميد هيكون بزيرو، والفاليو بتاع الميد هيكون ب1. حلو. طيب هنسأل هل المد ده اكبر اصغر من التارجت، او الاكس دي اكبر من، او التارجت ده اكبر من المد؟ فاه المد عندك بون صح، والتارجت اللي انت بتسرش عليه كام؟ نعم. فهنحرك الليفت مظبوط. فالستارت هتكون هنا، وهتحسب المد هتكون هنا، وهتسأل تاني هل الاكس اكبر من المد؟ لا مش اكبر من المد. فساعتها اللي هيحصل هتقول الار بتساوي الام ماينس 1 صح؟ فهتجيب الاند هنا. فساعتها الليفت هتكون معديه الاند، فانا بالظبط هرجع لانها تبقى واقفه. اه تمام. هتترمينيت وهترجع التلاته وتحط لك اه تمام. زي الفل. وانت فهمت فهمت الامبليشن بتاعها؟ ايه فهمت الامبلمنتيشن بتاعها ولا اه انا الامبليمنتيشن تمام، بس الفكره. ولا يهمك عادي؟ شكرا. عفوا. طيب ده اللور باوند، وده موجود في ال SELs، وده انا بستخدمه يعني. ممكن بدل ما تمبلمنت كل ده تعمل لور باوند وتديها الفيديو بجن زي ما قلت، والفيديو تو اند والفاليو، ودي بترجع اتريتور يعني، دي بترجع اتريتور مش زي الباينري سيرش. ف لو هي بترجع اتريتور، فانا هطرح منها الاتريتور ده وهيكون عندي البوزيشن. فلو جيت مثلا قلت سي اوت الاي اتريتور ده مثلا اللي هو البوزيشن، ممكن نقول كده بوزيشن مثلا، ونسرش على كام؟ على خمسة مثلا. هيطلع بون اللي هو اول بوزيشن ظهرت فيه خمسة. طب لو تعالى مثلا نسرش على نفس التيست اللي احنا شرحناه،
خمسة مثلا واتنين، وقلنا واحد واحد تلاتة أربعة خمسة، ترجع عنا اللي هي التلاتة اللي هي الإيليمنت الأكبر من الاتنين دي في اللور باوند البلت إن. لو عايز تجيب لو عايزين تجيبوا الكيو على طول، فأنت لو فاكرين البوينتر بنجيب قيمته ازاي، يعني الاتريتور ده بيكون بوينتر بيشاور على حاجة، فعشان بجيب قيمته بحط استريك، فممكن اعمل كده بين عايز يرجع لي بال. فرجع لي التلاتة فعلا. هل الجزء ده حد مش فاهمه؟ ما عنديش مشكلة، عيد تاني كله تمام. ماشي زي الفل. في حاجة تانية اسمها الأبر باوند، ودي احنا قلنا بترجع بتجيب الأبر، يعني بترجع احفظوها كده، اللي هي بتجيب الإليمنت الأكبر من اللي أنا بسرش عليه على طول أبر باوند. لو اللور باوند دي مش لاقية الإليمنت هترجع لك إتريتور. فلو أنت عايز تشوف هل في قيمة ولا لأ، المفروض الإتريتور تقول الفاليو ده مش بيساوي الفيديو إند، ده لو أنت هتتعامل مع الإتريتور يعني. عشان هنا لو هو هي لو مفيش قيمة يعني لللور باوند، هتلاقيه رجع لك هنا مثلا، هتلاقيه واقف هنا اللي هو على الاتريتور يعني. فلو بشوف لو هو بيساوي الفيديو اند، ف ساعتها مثلا هطبع نوت فاوند مثلا. طيب خلينا نقول الاور باوند، احنا قلنا مثلا ان الاور باوند ده هيجيب على طول الاليمنتس الجريتر من الاليمنت ده. فهو برضه بيشتغل بنفس الفكرة، ما عدا تعديل بسيط صغير. فمثلا لو أنا قلت واحد مثلا واتنين واتنين وتلاتة وخمسة، وأنا عايز أجيب الفالو الأكبر من تلاتة، حلو. خلينا نقول حط مثلا الإس هنا والإند والميد، زيرو وان تو ثري فور. حلو حلو. خلينا نعمل جدول اس و اند و ام الميد والفي في الميد. طيب هنا الاس بزيرو والاند باربعة والميد باتنين والفالو بتاعت الميد باتنين، وانا بشوف التلات صح. بنفس الفكرة الابر باوند هيسأل هل الاليمنت اللي انا واقف عليه، هل لو مثلا ده تارجت او اكس، ده تارجت مثلا، ده تارجت، فهو هيسأل هل التارجت، هل التارجت ده اكبر من او بيساوي الاتنين الميد. فلا، فساعتها هعمل ايه؟ هقلل السيرش سبيس، ان هو اللي انا بسرش عليه. ثانية معلش، لو انا قلت هنا لو الاكس بتلاتة وانا الميد بتاعي باتنين صح، فدلوقتي التلاتة ده اكبر من الاتنين صح، تبتدي اكبر من اتنين او بتساوي، فهجيب الستارت هنا، هيقول الستارت بتساوي الميد بلس 1. ده نفس الباين سيرش بتاعنا عادي، فهجيب الستارت بتساوي الميد بلس 1. طيب الستارت دلوقتي على التلاتة والاند على الاربعة، وتيجي تحسبه الميد هيطلع بتلاتة، والفي اوف الميد بتساوي تلاتة. هيجي اسأل تاني، هل الستارت، هل الميد ده اب آه هل الاكس دي، هل الاكس دي اكبر من او بتساوي الميد؟ فاه هي بتساوي الميد. فساعتها هنعمله ايه؟ هنقوله ال بتساوي الميد بلس 1 برضه، وهنشوف وهنسأل هل ال هل ال وهنجيب الميد، فهيكون ال اس ب 4 والميد والاند ب 4، والميد هيكون بكام؟ ب 4 برضه، وقيمته تكون ب 5. وهنسأل برضو هل الخمسة دي هل التارجت أكبر من أو بيساوي خمسة؟ فساعتها لأ، فساعتها هنعمل إيه؟ حد يقول؟ هنرجعه ال end، بالظبط هنجيب ال end minus one وهن terminate، لأن ساعتها هنرجعه مبقاش عندي search ونسيبه space، للستارت. بالظبط. وساعتها ال end هو اللي هيكون ماسك ال upper bound. حد مش فاهم الجزء ده؟ طيب زي ما احنا قلنا بالظبط، يعني هي نفس الفكره بتاعت الاوفر باوند، بس الفرق في تعديل بسيط، اللي انا بقول
التارجت ده بيأكوا ولا لأ، لأن أنا بجيب عايز أشوف الأبر باوند. ف هنعمل برضه نفس الكلام، وايل مثلا هنعمل انت اس بتساوي 0 والار بتساوي الان ماينس 1 او الان يعني، ونقول هنا وايل الاس اصغر من او بتساوي الاي، وهنحسب المد، والمد هنا هتساوي الاس زائد الاي ناقص الاس على الاثنين بس، ونشوف لو ال v of المد أصغر من أو بيساوي ال x، فساعتها أنا محتاج أحرك. يعني عندنا اسمها كي بقى، فأنا محتاج أحرك ال start وهنا المد. طيب لو هو مش كده هقول ال e بتساوي المد ماينس 1 بس، واحنا عارفين ال end ده هو اللي هيمسك ال element اللي هو ال upper bound. ثانية احنا هنا قلنا، انا هنا قلت الاند هو اللي هيمسك، لا هو الستارت هو اللي هيمسك، لان الستارت هو الاليمنت الاكبر من التلاتة، واحنا عايزين نجيب الجريتر زين. تمام، محدش خد باله ازاي. فهنا انا هرجع الستارت مش هرجع الرايت. لو هنا مثلا جينا جربنا الاثنين في ايرور، other bound لو جينا مثلا جربنا 5 3 1 3 3 3 هيرجع position 4 0 1 3 4 0 1 2 3 4، هيرجع اللي هو الخمسة فعلا. لو عايز اطبع ال value بتاعته فهقول ال v تساوي ال s. تمام، حد عنده سؤال في الجزء اللي هو بخصوص الـ upper bound و lower bound؟ لو حد عايز نعيد هعيد عادي. طيب تمام، الابر باوند برضه موجوده في الاس ال، انت مش محتاج تكتب كل ده بس انا كنت عايز اوريكم ازاي بتشتغل من جوه. فممكن نفس الكلام برضه، هي بترجع اتريتور، فنقول الابر باوند هنرجع همسكها اول element في الاري واخر والelement اللي بعد اخر element اللي هو الجاربيج كوليكشن ده، ومثلا هي بتاخد value هنا فهنقول 3. انا عايز الelement اللي اكبر من 3 في اللي موجود في الاري. طبعا الابر باوند واللور باوند دول بيزد اون باينري سيرش، فلازم تكون طبعا اري سورتد. في اخطاء كده الناس بتعملها اللي هو يعمل اور باوند والاري اصلا مش سورتد، فدي حاجه مهمه برضو نخلي بالنا منها يعني. فلو عايز اجيب ممكن نجيب القيمه على طول مثلا، تمام هو رجع 5. حد مش فاهم اي حاجة في الجزء ده؟ كله طب اللي فاهم يريز هاند. طيب كان زي الفل قشطة. ماشي، فاحنا كده اتكلمنا عن اللور باوند والابر باوند وازاي نجيب الفيرست اليمنت واللاست اليمنت اللي في الاري بالباينري سيرش يعني. طيب في كده سؤال مهم يعني، اللي هو لو انا عندي values عايز سيرش عليها دبل بالفلوت مثلا، فحاجه زي كده دي ممكن اعملها بالباينري سيرش؟ دي ممكن اعملها بالباينري سيرش. طيب دي ممكن اعملها ازاي مثلا؟ هو في طريقتين بس انا يعني الطريقه التانيه دي سيف اكتر من الطريقه الاولى، بس انا ممكن اقول لكم على الاثنين يعني. لو انا مثلا عندي مثلا يعني زي ما انتوا عارفين
بيكون فيه ستارت وإند صح؟ فقلت مثلا الستارت بتاعي ده هيكون قيمة صغيرة خالص، والإند بتاعي ده هيكون قيمة برضه كده مثلا، وعايز سيرش على الفالو اللي ما بين التو دبلز دول. ف احنا في البايننس سيرش كنا بنعمل ايه؟ كنا بنزود الميد ببلس 1 ونقلل ونزود الستارت ببلس 1 ونقلل الاند بماينس 1. هنا اصلا انت ما ينفعش تعمل كده، لان انت في الدومين بتاع الدبل. فاللي بيستخدموا الباينري سيرش مع الدبل يعني بيعملوا ايه؟ بيحاولوا يديفايد زي ما احنا بيديفايد كل الارقام اللي ما بين الرينجز دي. في حد عايز يخش؟ بنديفايد كل الارقام اللي ما بين الرينجز دي لحد ما الديفرنس ما بينهم يكون بقيمه اسمها معامل الخطا، يعني اسمها اي بي اس. ودي قيمه المفروض لو انت بتشتغل بمساله فيها فلوت بوينتس او دبل المفروض يقول لك عليها. فهنا مثلا لو جينا مثلا حددنا الدبل دي كونست مثلا دبل اي بي اس وسميناها كده، هي بتكون قيمة قريبة من الصفر جدا بس أكبر منه بحاجة بسيطة. فهنا أنا مش هينفع أزود بلس 1 وأزود الليفت بلس 1 وأقلل الميد ماينس 1، بس أنا ممكن أفضل أديفايد زي ما أنا بعمل، بفضل أديفايد الـ E ناقص الـ S على الاتنين لحد ما الديفرنس ما بينهم يكون بالـ EBS ده. ساعتها أنا هنا هترمينيت. فهنا ممكن أقول إن الـ while الـ E ناقص الـ S دي اكبر من الاي بي اس دي، بس هنا لازم نعمل ابسوليوت فال، يعني سواء الاس ناقص الاي هي الاكبر ولا او الاي ناقص الاس هي الاكبر، فلازم نعمل اي ناقص اس. ولو انت في دومين الدبل اعمل اف اي بي اس عشان دي فلوت، دي دقيقه اكتر يعني. وبنشتغل عادي جدا، بنقول ان هنا مثلا ان الميد هنا هيساوي دبل مثلا، انت في دومين الدبل فنقول الدبل بيساوي الاس زائد الاي ناقص اس زي ما قلت لكم على الاثنين. وبنشوف لو الميد مثلا اكبر من اكس، لو انا مثلا عنده قيمه اكس مثلا دبل اكس مثلا، فاحنا قلنا احنا هنفضل شغالين لحد ما نديفايد كل الارك كل لحد ما نقسم كل الرينجز دي اللي ما بين الاس والاي، ويكون الفرق ما بينهم المعامل الخطأ ده. وقلنا طبعا احنا مش هنزود الميد بلس 1 او حاجه. فهنا هقول لو الميد اكبر من الاكس، فهنا هقول الاي بتساوي الميد، هقلل السيرش سبيس، else هقول الاس بتساوي الميد. بس هنا بقى بيحصل مشكله، ان هو المفروض في المساله مثلا متفق معاك على الاي بي اس ده، بس هنا مثلا ممكن يحصل مشكله ان مهما انت عملت قعدت ديفايد ممكن ما يوصلش للاي بي اس ده يعني، فبيحصل انفينيتي لوب فبيفضل شغال. ففي حاجه الطف دي احنا ممكن نستخدمها، اللي انا بايتريت 100 مره بس، يعني بنفس اللوجيك بالظبط بالظبط انا هايتريت 100 مره. يعني هكون مثلا هقول مثلا انت اي بتساوي 1 والاي دي اصغر من او بتساوي ال 100. طيب هنا ايه اللي هيحصل بالظبط؟ هنا انا ضامن ان هو مهما هيفضل يديفايد 100 مره، حلو، لحد ما يلاقي، هيفضل يديفايد لحد ما يلاقي الاليمنت. وانا ضامن ان هو حتى لو هو مثلا لقى الاليمنت ده في الايتريشن رقم 50 فهو هيكمل لحد ال 100، بس انا ضامن ان هو هيقف هيترميت عند ال 100، بس مش ضامن ان هو هيفضل يكمل ويجيب انفينيتي لوب. فمثلا هنا لو جينا مثلا نسرش على مثلا رقم نص مثلا، هنا لو الستارت اكبر من او بتساوي الاند فهتبقى سي اوت نص او نص. والس هتبقى الاس، والاس ده بيكون الانسر بتاعي. لو هنا مثلا جينا نسرش على نص، انا هسرش على الفالوز ما بين ال 0 وال 1، فهنا مثلا ممكن اسرش على نص فجاب لي فعلا نص. طب تعالى كده نشوف مثلا ايه اللي حصل للميد. هنلاحظ ان هو حاول
يقرب كل مرة ال elements لحد ما وصل للقيمة اللي هو بيسيرش عليها. هو كل مرة بيديفايد يديفايد 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 لحد ما انا مثلا قيمة، بعد كده فضل مكمل لحد ال 100 iteration. فال 100 iteration دول كافيين جدا ان انا الاقي اي element ما بيسيرش عليه في اي range، لو انت هتديفايد 100 مرة فده انت هتلاقي ال element. يعني في ناس ممكن تعمل 300 برضه عادي، ده كده كده ده constant time، لان انا عارف ان دي عمرها ما هتزيد، فده بنعتبره constant time يعني 300. فدي الطريقة اللي احنا بنسرش فيها على ال او الدبل او الفلوت بوينتس، لو انا عندي اري فيها دبل او فلوتس وكده. يعني حد مش فاهم الجزء ده؟ هرفع لكم الكود ده برضه على ايديا 1. ده سيف اكتر من الكود التاني اللي هو، يعني في ناس كتير بتستخدمه بس انا مش بحبه بصراحة، عشان هو ممكن تلبس في انفينيتي الوجان. حد مش فاهم الجزء ده؟ طيب تمام. طب احنا هنشرح حاجة اسمها الباينري سيرش مع ازاي نستخدم الباينري سيرش ان احنا نوبتمايز بروبلمز. يعني احنا هناخد بريك بعد ده وهنحل مسائل وخلاص، يعني كده خلاص. ولا حابين تاخدوا بريك دلوقتي وبعد كده نشوف الباينري سيرش ونحل مسائل؟ بريك قشطة، الناس ما تتمنى. قشطة خلاص، قشطة قشطة. مش هناخد بريك 10 دقايق، حلوين. نرجع 11 و 3 دقايق، يلا 2 دقيقة من زيادة. ماشي ماشي يلا.
البروبلم دي باستخدام الباينري سيرش بس او انكريزنج، هتلاقي ان الفانكشن دي الريسبونس بتاعها مونوتونيك، كانها اري سورتد جلوبال فاريبلز، لانها بتقلل الارجمنت وش فانكشن مشهور جوه المين في غلطه زي ثاني فون الانسر ده مش عارف ليه ما بشوف فيش وجود العالم كاربس فاي قايل له شباب موجودين؟ اللي موجود كده مثلا يريز هاند. طيب دقيقة كده وهنبدأ. إيه طيب هنبدأ. احنا كنا اتكلمنا على اللور باوند والاور باوند والباينري سيرش بيشتغل ازاي. في بقى كده نوع من البروبلمز اسمه اوبتمايزيشن بروبلمز، ودي بتكون باستخدام الباينري سيرش، اللي هو انا عايز اسرش على انسر يفلديت حاجه معينه، وسواء بقى الانسر ده مينيمم او ماكسيمم. يعني انت هتلاحظوا كده مثلا في المسائل المعينه يقول لك انا عايزك تجيب لي ماكسيمم حاجه وتسرش على الحاجه ماكسيمم دي بتفلديت حاجه معينه، او حاجه مينيمم بتفلديت حاجه معينه. فدي بالنسبه كبيره ممكن تكون باينري سيرش بروبلم او اوبتمايزيشن بروبلم. فخلينا مثلا ناخد كده مثال صغير على سيمبل كده خالص اوبتمايزيشن بروبلم. يعني لو جيت مثلا قلت اري مثلا زي 10 12 و20 30 35 36 مثلا 37 50 حلو، وجيت قلت انا عايز الاكس ده يكون اصغر رقم
بعد رقم انا هسرش عليه. يعني مثلا لو انا هسرش على 35 انا عايز الاكس دي تكون الرقم اللي قبل 35 على طول. فايه اول رقم هيحقق الموضوع ده مثلا؟ يكون مثلا اقل من او بيساوي 35 دي. فهنا مثلا ايه هنا اقل رقم بيساوي اقل من او بيساوي 35؟ هو ال 35 نفسه. طيب هنلاحظ مثلا هنا ان الرقم ده ينفع، ان ال 10 دي تنفع، وال 12 دي تنفع، وال 20 دي تنفع، وال 30 دي تنفع، وال 35 دي تنفع، بس اللي بعد ال 35 مش تنفع. ف هيطلع بزيرو، ده 1 ترو و0 فولس. حلو. ف اللي احنا ملاحظينه هنا ان الريسبونس بتاع الاري دي تلاقيه مونوتونيك كده، اللي هو increasing او قيم ثابته بعد كده قيم بتقل، او مثلا ممكن يكون زيروات هنا وواحد هنا. ف الكي اللي انت عشان تحل بيه اوبتمايزيشن بروبلم ان انت لازم تتاكد ان الريسبونس او اللي انت بتسرش عليه ده بيديك انسر مونوتونيك. هنا انا قلت انا عايز هديك رقم مثلا 35، وعايزك تجيب لي كل، عايزك تجيب لي اكبر رقم يكون اصغر من 35 ده، يكون اصغر من او بيساوي. فايه اول حاجه تنفع؟ هي ال 35، وبعد كده ال 30 تنفع، وال 20 تنفع، وال 12 تنفع، وال 10 تنفع. فكلهم بيجيبوا ريسبونس ترو، واللي بعد 35 بيجيب ريسبونس فولس. فالبروبرتي اللي انا بسرش عليها ان هو الواحد ده اللي هو اكبر اندكس او اخر اندكس هيرجع لي الريسبونس بترو عشان افاليديت حاجه معينه او اسرش على حاجه معينه. ف حاجه زي كده مثلا دي احنا ممكن نحلها ازاي مثلا؟ فقال لك احنا اول حاجه احنا لازم نحدد السيرش سبيس بتاعتنا، يعني زي ما احنا عملنا في الباينري سيرش طبيعي. اللي احنا هنا مثلا لو هنا عندي ايتمز في الاري، فهنا مثلا السايز بتاعها كام؟ 0 1 2 3 4 5 6 7. فهنا 0 1 2 3 و 4 5 6 7. حلو. فاحنا اول حاجه لازم نعمل ديفاين للسيرش سبيس بتاعتنا. تاني حاجه احنا هنديزاين فانكشن، الفانكشن دي هنرنها مع الباينري سيرش بحيث هي ترجع لي الريسبونس ده. فمثلا الفانكشن دي احنا ممكن نسميها تشيك مثلا. حلو. والفانكشن دي بتاخد اكس وبتشوف. لو انا مثلا هنا عندي اري، فهنسميها مثلا اري انت مثلا، والفانكشن دي بتريتيرن يعني انا دلوقتي عايز اجيب هديك ليميت معين اللي هو 35 ده، وعايزك تجيب لي اكبر رقم يكون اصغر من الاكس من 35 دي. فهنا انا هشوف هريتيرن ترو لو الاكس دي اصغر من او بتساوي الاري اوف الاكس. حلو. هنا ده ممكن نخليه مد، يعني نخليه مد عشان ما نزولش. وهنا الاكس دي ليه 35. حلو. فانا دلوقتي محتاج اسرش على الارقام اللي بتفاليديت حاجه زي كده. فهنا مثلا هنيجي نقارن، لو جينا مثلا حلينا زي حاجه زي كده لينير او بروت فورس، فخلينا مثلا نحلها بروت فورس. لو انا مثلا عندي اري وقلت مثلا انا عايز الارقام دي تكون اصغر من الاكس مثلا، تكون اصغر من الاكس مثلا، دي هحددها ب 35. حلو. فحاجه زي كده مثلا دي ممكن نعملها بروت فورس. ازاي؟ احنا قلنا ان احنا هنشيك على هنعمل فانكشن، والفانكشن دي هترجع لي ريسبونس ترو او فولس، ولازم يكون الريسبونس ده يعني احنا بنعمله بدماغنا كده، اللي هو انت هتلاحظ هنلاحظ كده ان هو هنيجي في قيمه معينه هتلاقي ان كل حاجه بتنفع ما عدا قيمه معينه هتلاقي كل حاجه مش تنفع. فده مونوتونيك، او كل حاجه مثلا هنا مش تنفع وهنا مثلا حاجه دي هتنفع هنا وبكل اللي بعدها هينفع. فده بيكون ريسبونس مونوتونيك. فده الكي بتاع الاوبتمايزيشن. حلو. طب دلوقتي احنا هنعمل فانكشن دي مثلا بول تشيك مثلا، وهن بولين تشيك، وهن
تاخد الميد مثلا. حلو. طيب اللي احنا هنعمله بعد كده ايه؟ احنا قلنا هنريترن لو ال لو النمبر اللي في الاري ده، خلينا مثلا نعمل هنا، نخلي الاري دي بابليك احسن. هنا مثلا 100 مثلا. وهنا هنعمل ايه؟ هنريترن لو ترو لو الاريو في الميد دي، الفيو في الميد دي قصدي، اصغر من الاكس اللي هي 35 اللي انا محددها. وفي الغالب الحاجات اللي هنا جوه الفانكشن دي بتكون جريدي يعني، دي بنستخدمها على الاوبتمايزيشن. طيب لو احنا جينا فكرنا فيها بروت فورس، فهنعمل السيرشز، هنديفاين السيرش سبيس بتاعتنا. فهنمشي على الاري، ومثلا ممكن نعمل فاريبل اسمه انسر، هنسميه سالب، هنخليه سالب واحد، وهقول له تشيك اف تشيك، لو تشيك دي رجعت ترو هبص لها الاي، الفيو في الاي مثلا، هتخلي لي الانسر دي بتساوي الفيو في الاي. تيجي مثلا نطبع الانسر ومثلا ندخل الارقام، مثلا 10 12، احنا قلنا كام؟ 20 30 35 36 37 50. فهنا هو رجع كام انصر تساوي ال V of ال I. لا انا عايز دي تكون ال، لو دي اصغر من او تساوي ال X حلو رجع لي، وهنا هديها ال I. انا بصي position بديها index اللي هو الميد او I يعني. فهنا هو هيرجع لي الانسر اللي اقل من او بتساوي ال 35، بس انا عايز اكبر واحد صح، فرجع لي 35 اللي هو بالايكوال 35. طب لو مثلا انا قلت، لو انا قلت مثلا 33، لو انا هنا قلت 33 مثلا، خلينا سيف 10 12 20 30 و 35، هيرجع لي كام؟ 30. ايه اقل رقم، اقل من 33 موجود في الاري هنا، او من 35، نخليها 35 او لا خليها 30، 33 حلو. فهنا مثلا لو جينا حطينا هنا مثلا 33، لو انا مثلا عايز اكبر رقم ويكون اقل من او يساوي اكس، اكبر رقم، فهنا الفانكشن بتاعتنا هتعمل ايه؟ الفانكشن بتاعتنا هتشوف هل ده اصغر من او يساوي 33، فترو. طب ده والانسر، الانسر كانت في الاول سالب واحد، بعد كده الانسر هتكون بكام؟ هتكون ب10. طيب ده ينفع؟ 12. ده ينفع؟ 20. ده ينفع؟ 30. ده ينفع؟ لا، لان ال 35 اكبر من 33، وانا عايز حاجه تكون اصغر من او بتساوي 35 صح. فايه اكبر حاجه انا وصلت لها؟ ال 30 صح. كله فاهم الجزء ده؟ انا حاسس حد اكل لي على الجزء ده. فهنا الفانكشن بترسبونس ترو 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 لحد ما توصل لحاجه هتلاقيها كلها بترسبونس فولس، طبعا اري سورتد. هل الجزء ده واضح بالنسبه لكم؟ كله تمام؟ عايز حد ياكد عليا بس. حلو. فهنا الريسبونس بتاعي مونوتونيك، يعني الفانكشن بترجع ترو بعد كده فولس، يعني مفيش مثلا ترو فولس ترو فولس، لا هي يا كله ترو بعد كده تقف في حته تلاقي كله فولس. فلازم نتاكد ان الفانكشن بتاعتنا مونوتونيك يعني. حلو. طيب ده اللي حل بروت فورس. لو انا عايز اعمل حاجه زي كده بالباينري سيرش، فبكل بساطة أنا هعمل start و end عادي زي ما احنا متعودين.
وهحسب الميد. بس هنا هشوف، هنا بقى هواصل الفانكشن دي للميد، مش الفانكشن دي بتاخد اندكس وبتشوف وبتقارن، هواصل لو هي، لو الشيك دي ميد، لو الشيك دي بتساوي ترو، لو هي رجعت ترو يعني هنعمل ايه؟ هنخلي الانسر بتساوي الميد اللي هو ده، انا فعلا لقيت انسر، لقيت ان دي بتفاليديت ده، فهسيف الانسر وعايز اجرب، عايز اجرب سيرشز بس ثاني، ف هقول ال L بتساوي ال S بتساوي الميد بلس 1. طيب إلس ال end بتساوي الميد ماينس 1. لو جينا مثلا نطبع الانسر هنا، انا اديت لها كام؟ تشيك ميد، الانسر بتساوي ميد، والاس بتساوي الميد بلس 1، والاي بتساوي الميد ماينس 1. لا المفروض ما جاش 3، ثانية واحدة. انا ما خدتش الانبوت، لا اخدته مظبوط، وهنا عملت while ال s اصغر من او بتساوي ال e، وال e بتساوي ال mid minus 1، وهنا ال answer بتساوي mid. ده مظبوط، هو هنا رجع لي 0 1 2 3، رجع لي 30. بس لو عايز ارجع ال value بتاعتها ممكن اعمل view of mid، view of ال answer. فانا رن مثلا هنا، فرجع 30، فهي ال 30 فعلا اصغر من 33. حد مش فاهم الجزء ده بالباينري سيرش، فاحنا قلنا هنعمل ثلاث حاجات. اول حاجه احنا لازم نديفاين السيرش سبيس، وهنا احنا شغالين على اري، فالسيرش سبيس بتاعتنا هي رينج بتاعت الاري. تاني حاجه الفانكشن اللي بتسرش على الانسر، يعني هنا احنا بنسرش على الانسر صح، انا بشوف ايه الانسر اللي هينفع، فالفانكشن اللي هتسرش على الفانكشن اللي بتسرش على الانسر دي لازم تكون مونوتونيك. تالت حاجة يعني نبتدي نديزاين الفانكشن بتاعتنا اللي هي ترجع الريسبونس، وغالبا الفانكشن دي اللي في الاوبتمايزيشن بروبلم بتكون جريدي، وهنشوف دلوقتي في مسائل ازاي بنسرش على انسر والانسر ده بيفاليديت بيماكسمايز حاجة او بيمينيمايز حاجة، مثلا بيمينيمايز حاجة. فاحنا اللي احنا عملناه، اللي احنا كنا بنمينيمايز حاجة او بنماكسمايز حاجة بحيث ان هي تكون اصغر من 35 دي، فهنا عملت ماكسمايز او 33 دي. فهنا لما عملت ماكسمايز ايه اقصى حاجه تجيب لي انصر؟ هي 30، لانها اكبر حاجه هتكون اصغر من 33. حد مش فاهم الجزء ده؟ لو حد مش فاهمه عادي هعيده. الجزء ده هو يا شباب هو الباينري سيرش اصلا، وهي دي المسائل بتاعت الباينري سيرش اللي بتيجي، اللي هي اوبتمايزيشن بروبلمز يعني. فحد مش فاهم الجزء ده؟ حلو جدا. طيب خلينا نشوف مسألة على الجزء ده، هي ليت كود، ابعت لكم اللينك. اقروها وهنتبدأ بس الناس تقراها ونرجع تاني. دي المسألة، خمس دقايق كده نص اقراها يعني.
طيب كده حد ممكن يشرح لنا المسألة؟ بتقول ايه؟ لو حد قراها يعني وفهمها. لسه بتقراها؟ طيب يعني اللي قراها طيب يرفع ايده. طيب حد ممكن يفتح المايك ويقول لنا هو فاهم ايه من المسألة؟ ما انا حاولت افهم ما فهمتش. طيب مش مشكلة. خلينا طيب نشرح المسألة ونقول هي عايزة ايه. هو بيقول ان في شخص اسمه كوكو يعني بيحب ياكل الموز، وفي بايلز. البايلز دي غالبا هي مجموعة او كومة من حاجة مثلا، وبيقول كل بايل دي فيها يعني شوية موز حلو. وبيقول ان اللي واقف على الحاجات دي كلها جاردز حلو، وبيقول ان هو الجاردز دول بيمشوا وبييجوا كمان كام ساعة، يعني هيرجعوا كمان عدد ساعات معين. فبيقول ان كوكو ده ديسايد اللي هو عايز ياكل البنانة دي، يعني هياخد من كل بايل، هيشوف كل بايل يقدر ياكل منها كام بنانة في الساعة. يعني هنا مثلا لو قلنا الكي دي بسبيد كي، لو قلنا مثلا الكي دي بأربعة، فهو هياكل التلاتة دول في كام ساعة؟ هو بياكل أربعة في الساعة، فهو هياكل التلاتة دول في كام ساعة؟ في ساعة صح؟ تمام. حلو. بيقول هو هيختار سم بايلز يعني من دي، وهياكل منها كي بنانز. وبيقول if the piles less than k bananas she هياكلهم كلهم. يعني هنا مثلا احنا قلنا ان لو كوكو ده بياكل بسرعة، بياكل اربعة موز يعني في ساعة واحدة، فهو هياكل البايلز دي كلها لان هو هياكلها كلها في ساعة. وبيقول she eats all of them instead of and will not eat any more bananas during this hour. حلو. ان هو لو هنا مثلا اكل اربعة، هو اكل ثلاثة، فهو اكلهم كلهم في 4 ساعات. اللي هو اكل، هو بياكل 4 في الساعة، يعني بياكل 4 في الساعة، فهو دلوقتي اكل 3، فبقى معاه ساعة. الساعة دي ما ينفعش تتوزع على حاجة تانية، لا هو خلاص كده، هو الساعة دي للبايل دي بس، الكي دي للبايلز دي بس. حلو. ماشي. هو بيحب ياكل ببطء وعايز ياكل بسرعة قبل ما الجاردز دول يجوا، فهو عايز minimum integer k such that he can eat all the bananas وزن اتش هاوس. حلو. فهو عايز اقل كي، الكي دي مش انبوت، هو عايز اقل كي. احنا هندور له عليها، هنسيرش عليه، عايز اقل كي هو يقدر يجيبه بحيث يقدر ياكل كل البنانه دي قبل ما الجاردز كلهم يجوا. فمثلا خلينا نشرح اول كيس. تلاتة ستة سبعة 11، تلاتة ستة سبعة 11، ومدينا الجاردز دول هيجوا كمان 8 ساعات، فكوكو معاه 8 ساعات يتصرف فيهم وياكل كل البايلز دي. حلو. ف هو عايز اقل كي هو يقدر ياكل فيهم كل البانز دي اللي موجوده في كل البايلز، ويكونوا اقل من الاتش اورز او ما يعدوش الاتش اورز يعني. فلو انا هنا مثلا جيت افترضت، لو انا قلت مثلا ان الكي دي هتكون بخمسة، فهنا هو هياكل دول في كام ساعة؟ تلاتة على خمسة صح؟ فهنقول 1 تطلع 1، وهنا برضه تطلع 1، فهنا ساعة وهنا ساعة. طب 7 على 5 ممكن يضربوا عشان ممكن يكون في كسور، 7 على 5 برضه تطلع 1، بس أنا هعمل سيل. طيب وهنا مثلا الكي بخمسة، واللي هنا الـ11، فأقول 11 على 5 تطلع باتنين. فهنا هو هنا اكلهم كلهم في كام ساعة؟ حد ممكن يقول؟ خمسة. حلو جدا. هو اكلهم كلهم في 5 ساعات، وده فعلا اقل من 8، فالانسر ده ينفع مظبوط، بس هو عايز اقل انسر، فانا محتاج اشوف لو في انسر تاني ولا لا. فمثلا ممكن اجرب الـ4، لو مثلا الكي دي بـ4.
فهنقول 3 ل 4 تطلع بواحد، 6 ل 4 برضه بواحد. خليني اكتبها هنا، هنا 1 وهنا 1، و7 6 ل 4 احنا قلنا بواحد، 7 ل 4 برضه تطلع بواحد، و11 اتفضل يا يوسف. هو كده تقريبا عايز مجموع الأري كلها على رقم بتساوي أصغر من يمكن، بالظبط بالظبط صح؟ بالظبط. انا جاي لك دلوقتي هنا 7 ل 4 هتطلع 1.7، فهنعملها سيل الاثنين اللي هو كده خد ساعتين. طيب ال 11 لو جينا قسمنا 11 على 4 تطلع 2.75، هي 3. فهنا هنا اكلهم كلهم في كام ساعة؟ 1 زائد 1 زائد 2 زائد 3 في 7 ساعات. فهنا هو بياكل 4 بنانز فهو ان هو بي هو قال ان هو بيحب ياكل ببطء، صح؟ ان هو هنا قال ان هو بيحب ياكل ببطء، فهو عايز اقل كي بحيث ياكل ببطء قبل ما الجاردز دول يجوا، قبل ما يشوفوه. طيب احنا الخمسة نفعت والاربعة نفعت، صح؟ ان هي طلعت 7 وهي اقل من 8، اللي هو الثمان ساعات اللي هيجوا فيهم الجاردز. هل الجزء ده مفهوم بالنسبة لكم؟ حلو. طيب تعالى مثلا كده نجربه الكيب 3. يعني احنا اقل انصر دلوقتي احنا جبنا الكيب 4، صح؟ تعالى مثلا نجربه الكيب 3. لو الكيب 3 ايه اللي هيحصل؟ امسح كده بقى. لو هو بياكل 3 موزات في ساعة واحدة، فهنا 3 على 3 ب 1، 6 على 3 ب 2، 7 على 3 بكام؟ تطلع ب 2 برضو، 11 على 3 تطلع ب 4، فواحد زائد 2 ب 3، 2 و 4 دول دي هيطلع ب 6، ودول زائد 3 هتطلع 9. فهنا هو اكل الموز والجارد خلاص جاله، عشان هو الجارد قال هيقعد 8 ساعات ويجيله. فالكيدي مش الكيب 3 مش هتنفع، صح؟ مظبوط يا شباب، لان توتال التايم اللي هو اكل فيه 9 والجاردز هيجوا كمان 8 ساعات. حلو جدا. طيب مش بترفلكتوا الموضوع ده على حاجة؟ يعني احنا خدناها اللي انا هسيرش على الانسر، صح؟ يعني هسيرش على الكيدي ومحتاج اجيب اقل كي بحيث هو يقدر ياكل فيها. طيب يعني نسيب الباينري سيرش دلوقتي، مش عايز افكر في الباينري سيرش، انا عايز افكر احلها بروت فورس ازاي. فعادي يعني احنا قلنا البروت فورس ان لو هنا مثلا الاتش ب 8، فالبروت فورس هيعمل ايه؟ احنا مثلا ممكن نعمل لوب. لا مثلا هنا الكونسترينز كام؟ اكبر بايل فيها 1 e9. فلو مثلا افترضنا يعني ان انا هجرب الكي لحد 100، هجرب الكي لحد 100، فلو انا مثلا جيت جربت الكي ب 1، فاحنا عارفين التلاته ما نفعتش، صح؟ يعني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 مثلا لحد 100. لا خلينا مثلا نخليها 10. حلو، احنا عارفين التلاته ما نفعتش، صح؟ مظبوط. يبقى كل اللي قبل التلاته اكيد مش هينفع، لان هو التلاته ده هو بياكل بسرعه، ياكل موز بسرعه 3 موزات في الساعه، فهو دلوقتي التلاته دي ما نفعتش اصلا، فاكيد الاتنين مش هتنفع، واكيد الواحد مش هينفع. طيب الاربعه نفعت، فاكيد الخمسه تنفع، والسته تنفع، والسبعه تنفع، والثمانيه تنفع، والتسعه تنفع، والعشره تنفع. ده مش ده دي ممكن نحلها بالاوبتمايزيشن بروبلم، لان انا عندي ريسبونس مونوتونيك، الريسبونس جاي لي مونوتونيك، صح؟ لان لقيت التلاته ما نفعتش، ومن بعد التلاته كله نفع. فالبروت فورس هيعمل ايه؟ البروت فورس هيلاقي الانسر هتساوي كام؟ 4. بس انا محتاج اجيب المينيمم، صح؟ فممكن اعمل هقول مثلا ان هو لا، لو هو لقى الكي دي، لو انا مثلا عملت ديزاين لفانكشن بترجع لي لو الصن بتاع الوقت اللي هو خده ده اقل من او بتساوي اتش، كده يبقى هو ينفع ياكل بسرعه كي. ف لو انا مشيت بروت فورس مثلا الكي دي هتساوي 4، والكي هتساوي 5 هتنفع، بس انا همينيمايز، اكتر انسر هجيبه هيكون هو الكي بيساوي 4. فخلينا مثلا نكتبها كده، نكتب الكود اللي هو البروت فورس مثلا عادي. وانا مثلا هنا جيت قلت ان هنا
يعني مثلا احنا قلنا هنعمل function بتشيك صح، وهنا ال n وال h وفور انت i بتساوي 0 وال i اصغر منها بتساوي ال n، هنسي n ال view بال i. حلو. وقلنا احنا هيكون عندنا answer بزيرو، يعني هو كده كده اقل تايم هو ممكن ياكل بيها هيكون بزيرو صح، و واسرع حاجه هو يعني اسرع حاجه هو ممكن ياكل بيها يعني هتكون ايه يعني ثانيه كده، لو هنا مثلا اسرع حاجه هو ممكن ياكل بيها هتكون ايه، اللي هو ياكل ال 11 دول في ساعه واحده صح، اللي هو الماكسيمم اليمنت في الاريه اللي هو ياكل ال 30 دول في ساعه واحده، فالباقي كله هيتاكل في ساعه برضه، لان هو اقصى حاجه اقصى سرعه هيوصل لها اللي هو ياكل 30 موزه في ساعه واحده اللي هو اقصى اليمنت في الاريه، وهو قال لنا كده اللي هو لازم ياكل البنات دي اقل من اتش اورز. وهنا حتى في الكونسترينز هتلاقينا بيقول لنا ان البايز دي لينس بتاعها لازم يكون الاتش تكون اكبر من او بتساوي. حلو. طيب نرجع تاني، هنا اقل حاجه ممكن ياكل بيها الكيب زيرو، يعني هو مش هياكل يعني او ب1 او ماشي ممكن يخليها بزيرو. فهنا انا ممكن اعمل ايه، هنا هنقول مثلا اللي هو لو هجرب الفور لوب مثلا فهقول هعمل لوب مثلا من i بتساوي 1 او خليها كي بقى عشان انا بدور على الانسر، فهتساوي 1 والكي هتكون اصغر من او بتساوي اللي هو اقصى حاجه يقدر ياكلها في الساعه صح. فهنا مثلا ممكن اقول ان الاند بتاعي ده هيكون الماكسيمم اليمنت اللي في الاريز، وهنا هيكون الانت وه بلس بلس الكي، بس هقول الانسر بتساوي من الانسر والكي، لا يعني هنا مثلا هقول تشيك طب هو ينفع وهبصلها الكي دي هقول الانسر تساوي من انسر الكي وهطبع الكي. هو زعلان ليه؟ تمام، هنا عشان دي لونج لونج فهنا هعمل لها كاستنج بس، وهنا هطبع الانصر. طيب الشيك دي احنا هنعمل فيها ايه؟ احنا حسبنا هو بياكل كل بايل ازاي، عدد الموزات اللي موجوده في البايل دي على السرعه اللي هو هياكل بيها صح، يبقى كاونت على السرعه اللي هياكل بيها اللي هي الكي. انا دلوقتي هجرب الكي صح، فهنا هعمل ايه، سوري هنا انا هعمل ايه، هعمل مثلا صم ممكن لونج لونج نسميه صم مثلا، وهنا همشي على الاري كلها واقسم كل اليمنت في الاري دي اللي هي كل عدد موزات كل بايل على السرعه اللي انا هديها له يجرب بيها. فهعمل لوب عادي على الاري، احنا ممكن نخلي الاند جلوبال بدل ما نبصي الفاريبل اللي هنا في الشيك دي يعني عادي، وال h برضه حلو. واحنا عملنا ايه، احنا قسمنا صح بس عملنا راوند اب، فهقول sum زائد السيل ال view في الاي على الكي اللي انا بجربها اللي انا بسرش عليها، بس السيل دي مش بتشتغل غير وانت في الدومين بتاع الدبل، فهنا مثلا ممكن نضرب 1.0 في ده عشان تشتغل. طيب وبعد ما يطلع الصم احنا هنعمل ايه، هنرترن لو الصم ده اصغر من او بيساوي اتش. هل الحته دي مفهومه يعني اللي فاهم الجزء ده يريزنت ده نفس اللي احنا عملناه واحنا بنرسم على بورد، هل الحته دي مفهومه؟ صوت صرفور الحقل نعيد. طيب شباب سمعني، طيب اختار حد راندوم عليك. لا يعني مش اختار حد راندوم. طيب هو سؤال بس باشمهندس اتفضل، انا بس هو احنا ليه عملنا لو يعني الريترن لو الصوم اصغر من او بتساوي اتش؟
مش احنا اصلا ما نقدرش ناكل في تايم الجاردز دول هياكلوا هيجوا فيه. يعني هو لو اكل في 9 ساعات والجاردز دول انا عارف ان هم هيجوا كمان 8 ساعات، فهو كده مش هياكل، مش هيقدر ياكل صح. هو عايز، هو قال لك المينيمم نمبر. يعني ارجع للمساله، هو قال هنا التيرن ذا مينيمم انتجر كي ساتش ذات شي كان ايت اول ذا بانانز وذن 8 اورز. ففهمت ليه احنا بنعمل كده؟ يعني الكي دي اصلا كل مره بتتغير بالظبط، فانا محتاجه امينيمايز كمان عليها صح؟ حلو. طيب الباقي يا شباب انتوا موجودين ولا ايه بالظبط؟ طيب فدي بكل بساطه الفانكشن بتاعت الشيك اللي انا هعملها بس. ولو جينا مثلا نرن كده، ده اللي حل البروت فورس. يعني ده الحل البروت فورس العادي. لو جينا مثلا نرن هنا، هنا مثلا 3 7 3 6 7 11، فعدد الاري 3، عدد الاري 4، والاتش 8، هدخل 3 6 7 11. هو رجع 0. هنا انا بمينيمايز، فلازم الانتي دي يكون ماكس. طلع 4، وده اللي موجود فعلا في الانسر. طيب تعال نجرب مثلا التست ده، 30 11 23 24. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، ماشي. هنا مثلا 5، 30 11، 23 24، وهنا ثانية، هنا هو هياخد كام ساعة؟ هياخد 5 ساعات. حلو. طلع 30 فعلا. ده الحل البروت فورس. بس هل الحل ده هيفت؟ حد كده ممكن يقول لي هل الحل ده هيفت؟ او الكومبلكس اصلا بتاعت السوليوشن بتاعنا كام؟ شباب اوف ان سكوير مظبوط، او بالظبط الماكسيمم اليمنت في الاري في الان. بس بس في الورست كيس لو الماكسيمم ده في اخر بوزيشن فهيكون بالظبط 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 ماشي، فهيكون فعلا ان سكوير. ده اللي احنا عملناه ده الفانكشن، وده اللي حل بروت فورس. طيب الباينري سيرش، بكل بساطه احنا لقينا الريسبونس بتاعنا مونوتونيك صح، فبكل بساطه انا هعمل باينري سيرش نفس اللي احنا عملناه بالظبط. فبدل ما امشي بروت فورس والكونسترينز 1 9 فمش هتفت معايا، فانا هعمل باينري سيرش. فهقول الانت، هعمل الاس بتساوي 0 والار دي بتساوي، احنا قلنا عارفين السيرش سبيس بتاعتنا اقصى حاجه، هو اسرع حاجه هو ممكن يوصل لها هي اللي هو الماكسيموم اليمنت في الاري، فهيكون الاند. او خليها مثلا ماكس عشان ما نلخبطش الناس. بس وهعمل باين سيرش عادي، هقول وايل ال ال اصغر من او بيساوي الار، او الاس اصغر من او بيساوي الاند. هعمل ايه بالظبط؟ هحسب الميد الاس زائد الاس الاي ناقص الاس على الاتنين، وهشوف لو الميد ده ينفع انا محتاج اعمل ايه؟ امينيمايز مظبوط. هقول الانسر بتساوي من الانسر والميد. طيب else محتاج اجرب حاجة تانية. فده حرفيا احنا بنوصل لحل بروت فورس اند، وبنحاول نستخدم فيه الباينري سيرش. يعني هنا ده الباينري سيرش اوبتمايزيشن. فلو جينا مثلا نجرب، خلينا مثلا ناخد ده كده على ليت كود، هو ليت كود بيدينا المفروض كل ده اصلا. فلو جينا هنا هو ما عندهمش لونج لونج مثلا لونج لونج، وهنا هو عايز يرتيرن الانسر، فممكن يرتيرن الانسر. خلينا مثلا هنا نعمل ران كود، ماشي هنسميها في. لونج لونج
تشيك. انا الفانكشن بتاعت الميد ما نقلتهاش بلاي تشيك قصدي، ثانية يلا عادي. بس هنا لونج 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 هارن ماشي. هوصيله الفيكتور بس باي ريفرنس عشان نوفر والسايز. هنا هديله الفيكتور والان رن والاتش. طلباتك كترت. انتج ماشي. ثانية واحدة ان تمام. انا السايز بتاع الاري هيكون الانت، ان هتساوي الفيديو سايز. تايم ليميت اكسيدد. احنا هنا ما حركناش ال، هنا ما عملناش ال، هنا قصدي الاس هتكون الاس بتساوي الميد بلس 1، وهنا انا محتاج اقلل الاند عشان انا محتاج اجيب المينيموم كي. رن ممكن نجرب كل التست كيسز. تمام هو مخلوم اكسبتد. ممكن نصمت. لاست اكسكيوتد انبوت في اوفر فلو تقريبا. ران تايم ايرور في حاجه بنأكسسها غلط. مش هنا عندي الصم، بمشي لحد ال n اللي هي الفيديو سايز وبقسم على ال k وبرتين لو ال sum اصغر من ال h. مظبوط. هنا ال n بتساوي الفيديو سايز وال answer، ال answer تساوي ال maximum element. اعتقد هنا المشكلة. انا هنا احنا قلنا اكبر answer هيكون هو ال maximum element في ال array، فانا محتاجة minimize عليه. وهنا ال e بتساوي max وال s بتساوي 0، ده مظبوط. y ال s اصغر من e، ال s زائد e minus s على الاتنين. ونشوف نعمل check. اعتقد ده المفروض يشتغل. long runtime error outside the range. ايه الغلطة؟ one accepted. الزيرو كان بيجيب ران تايم ايرور لان انا كنت ممكن اقسم على الزيرو، بس انا اقل سرعه ممكن اكل بيها هي ال1، يعني دي اقل حاجه. بس يعني حد فاهم احنا عملنا ايه؟ هل الجزء ده تمام بالنسبه لكم؟ لو حد مش فاهم ممكن اعيد عادي. لا ايه بالظبط مش فاهم. حلو. ايه الجزء اللي ما كانش واضح بالظبط؟ يعني اي مين؟ ما هو فكرة الحل احنا جبناها من البروت فورس. يعني هل انت فهمتيش البروت فورس نفسها؟ معلش انا قصدي يعني انا راجع الكود نفسه. الكود مش واضح يعني نعمل مراجعة عليه سريعا. ماشي. لا عادي مفيش مشكلة. طب انت فهمت حل البروت فورس؟ يعني فهمت السيموليشن اللي احنا عملناه هنا؟
ولا لا؟ تمام. ايوه حلو. طيب احنا هنا لقينا اللي احنا، لو انا مثلا انا جربت في البروت فورس، انا جربت الكي صح، يعني جربت الكي لحد 10 مثلا، فلقيت ان الاربعه مثلا، الاربعه مثلا دي نفعت، اللي هو ساعتها الاربعه مثلا طلعت لي اللي هو هياكل كل دول في 7 ساعات، والاربعه والسبعه دي اقل من الثمانيه صح؟ تمام. طيب فده ده المينيمم انسر اللي انا وصلت له مظبوط. طب لو عايز اجرب الثلاثه، لو انا مثلا هجرب الثلاثه، لو كيب ثلاثه، فلو جينا مثلا جربنا من الكيب ثلاثه تطلع معاك تسعة. وهي وطلعت واللي هي اكبر من كام، تمام تمام. فدي مش هتنفع صح؟ فكده انا هكون عارف ان كل اللي قبل الثلاثه ده مش هينفع، والثلاثه نفسها مش هتنفع صح، تمام. وكل اللي بعده هينفع، بس انا محتاج اجيب المينيمم انسر صح. فالحل البروت فورس اللي انا، البروت فورس بتاعي اللي انا كنت بجرب الكي بس ده مش هيفيد، بجرب بعمل لوب عادي وبجرب كل الكي يعني كلها واجيب المينيمم انسر منهم، بس الحل ده مش هينفع ليه؟ لان هو الكونسترينز لحد 1 اي 9، فالباين ف فال فاللي جه في فكره الباينري سيرش اللي هي الاوبتمايزيشن بروبلم، ان انا بما ان لقيت ان انا عندي هنا في مونوتونيك انسرز، ان هو بيجي لي هنا هنا مثلا جالي ريسبونس اللي هو مش هينفع، وهنا مش هينفع، وهنا مش هينفع، فانا عندي بروبرتي اللي انا ممكن سيرش عليها، اللي انا مثلا لو انا جيت جربت، لو انا مثلا جينا مثلا جربنا على الاكزامبل ده، الباينري سيرش مثلا هيعمل ايه بالظبط في اول اكزامبل؟ نمسح كل ده. كانت كامل كنس ال 3/6/17. حلو. فاحنا بنسرش على ايه؟ بنسرش على الكي صح؟ اقل كي صح؟ والكي دي لازم صح. والكي دي لازم تكون اقل من الاتش. اقل من تمام. او يساوي الاتش. فانا بدل البروت فورس انا هستخدم الباينري سيرش عادي، هحط الستارت هنا والاند هنا واحسب الميد. فهنا لو جيت مثلا حسبت 0 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9 وجيت حسبت الميد مثلا، الميد هيكون 4 اللي هو هنا، فهنا دي هعتبرها الكي وهبصيها للفانكشن اللي انا عملتها. انت فاهمه الفانكشن دي مظبوط؟ ايوه تمام. وهجرب هل الخمسة دي تنفع؟ فاه يعني لو جينا نجربها سريعا كده، 3/5 دي هتطلع 1، وهنا 1، هنا 1، و11/5 تطلع 2، فهنا هو أكلهم كلهم في كام ساعة؟ 5 ساعات. 5 ساعات. فدي تنفع صح؟ تمام فأنا الأنصر عندي كانت بسالب 1 مظبوط؟ مظبوط. فالأنصر مظبوط. دلوقتي بقى بكام؟ حلو. خمسة. فأنا دلوقتي محتاج أشوف، أنا محتاج أمينيمايز صح؟ تمام صح. فهجيب الاند، فهقول الاند بتساوي ام ماينس 1، لان انا عارف ان ده نافع معايا صح، يبقى كل دول هينفع. فمحتاج اجرب، انا محتاج اجرب الاند، هجرب هقلل السيرش سبيس وهجرب الاند ماينس 1، فهنا الاس هتكون بزيرو والاند هتكون ب 3. وهنجيب الميد، الميد هيساوي كام؟ 1 مظبوط. مظبوط. هنشوف الام ده اللي هو اللي هيكون الكي، هوصلها الكي، هنجرب 3/3 فيها 1.5 اللي هو لو عملنا سيلة تطلع 2، وهنا هتطلع 3، هنا هتطلع 7/2 تطلع 4 برضو، و11/2 هتطلع 5.5 أو 6. يعني هيطلع كام ساعة؟ 25 15 ساعة. 15 15 حلو. 15 ساعة ده، هل ده أقل لا من أو يساوي الإتش؟ لا أكبر. فالجزء ده مش هينفع معايا، تمام فهزود الليفت مظبوط، مظبوط. فالليفت هيساوي الميد ماينس 1 بلس 1، وأحسب الميد تاني، فالميد هيكون هنا، الميد ده مش اللي هو مظبوط. الكي هنيجي انا غيرها فهتبقى بالظبط، 4. هتيجي تمام هنا وهكذا. فالبيست انسر هيكون 4، فهنا هتلاقي دول كلهم بيرجعوا 0 0 فولس فولس فولس، دي هترجع ودي هترجع ترو، دي هترجع ترو 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 ترو، وهو عايز منهم انسر اللي هو هيكون ده يبقى دي الأنسر. تمام بس. فاستخدمت الباينري سيرش يعني. حلو. هرفع لكم كود دور. بس حد مش فاهم حاجة ولا حد عايز حاجة تانية في المسألة دي؟
حلو. طيب احنا بس معانا اخر مسألة عشان المسألة دي مهمة جدا، وخلاص تلت ساعة وخلاص. انا هبعتلكوا الكود، هبعتلكوا اللينك للمسألة. يعني تلت ساعة بس. هي مسألة مهمة يعني. ده لينك على كود فورسز. دي مثلا بس 5 دقايق نص اقراها. طيب لو حد قرر المسألة ممكن كده يقول لنا المسألة بتقول ايه. اتفضل يوسف. تمام، هو دلوقتي معاه يعني هيدخل لي اندست كيس، ومعاه كي ده اللي هو الماجيك كي اللي بيقول عليه. تمام، حلو. وهي الاول اري دي الجرامات. تمام، الجرامات جرامات اللي هو محتاجها عشان يعمل واحد كوكيز تقريبا، مظبوط. والري التانية دي عدد الجرامات اللي هي عنده. حلو جدا. تمام، فهو عايز الماكسيمم عدد اوف كوكيز اللي هو هيعرف يعملها، والماجيك كي ده انا اقدر استخدمه يعني عدد المرات بتاعته بس عشان اقدر اعمل اكبر عدد يعني. حلو جدا. طيب المسألة بتقول يا شباب ان هو في واحدة يعني صحت الصبح ديسايدد اللي هي تعمل كوكيز، وعشان هي تعمل وان كوكي هي محتاجة ال ingredients او مكونات وفرق والكل ingredient هي معاها محتاجة عشان مثلا تعمل كوكي واحدة، ف دول 3 ingredients. فالكوكي الواحدة بتتعمل من الطيب الأول محتاجة 2 منها، والطيب التاني محتاجة 1، والطيب التالت محتاجة 4 عشان تعمل وان كوكي. حلو. طيب فهي عايز تعرف كام كوكي هي تقدر تعملها.
من اللي معاها، تمام؟ الماكسيمم بتاع الكوكيز اللي تقدر تعملها. طيب هنا هنا بيقول، وبرضه معاها هي دلوقتي معاها هنا مثلا الاي دي او الاري دي بيكون فيها المكونات اللي محتاجها عشان تعمل وان كوكي. تاني اري دي هي دي المكونات اللي عندها اصلا. حلو. طيب هي بقى بتقول هي في عندها ماجيك باودر. الماجيك باودر ده هي ممكن تستخدمه لو عندها نقص في اي مكون، بحيث تضيفه على اي مكون، الماجيك باودر ده استخدمته يتحول لاي مكون. فهي عايز تعرف الماكسيمم نمبر اوف كوكيز هي تقدر تعمله. فمثلا لو جينا خدنا اول تيست كده، تلاتة مثلا، واحد واتنين، واحد أربعة، وحداشر، تلاتة، ستاشر. فهي دلوقتي الوان كوكي بتتعمل بالمكونات دي وهي معاها ده. فهنا مثلا هنا بأول مكون ده هتقدر تعمل كام كوكي؟ يعني معايا 11، هي معايا 11 وتقدر تعمل الاتنين كوكي، والكوكي الواحدة بتاخد اتنين من المكون ده. فهنا الماكسيموم لو هي هيكون 11 على 2، فهي تقدر تعمل كام كوكي؟ 5. حلو بالظبط. وتاني مكون تقدر تعمل كام واحد؟ 3. وتالت مكون 16 على 4 في 4. فكده هي تقدر تعمل كام كوكيز بالانجريدينتس اللي معاها دي؟ فكروا. يعني دلوقتي 3. حلو مظبوط، اللي هو المينيموم صح؟ بالظبط. طيب هي اقل مكون عندها منه 3، والكوكي بتاخد 1، والانجريدينت ده بياخد 1 عشان تعمل كوكي. فهي هتعمل 3 كوكي بيه بس، خلاص ده الماكسيمم نمبر اللي هي تقدر تعمله حتى لو معاها مكونات تانية. ما هو دول خلصوا خلاص، ده خلص خلاص، ف3 ودول لسه فيهم بقية يعني. طيب هي قالت ان هي معاها ماجيك باودر صح، والماجيك باودر ده كنت 1، ف مش انا ممكن اضيفه هنا على اللي معايا، هضيف البي، هضيف 1 هنا مثلا، هيكون 4. فهيكون ده هيكون 4 على 1 هي 4، فهيطلع الماكسيمم نمبر اوف كوكيز اللي انا اقدر اعملها يكون 4 صح؟ مظبوط. الحته دي تمام. فهنا هي ضافت الماجيك باودر، فالماجيك باودر حاليا بقى كام؟ بقى زيرو. وخل اضيفه ضفته على الانجريدينت ده، وبدل ما هو كان ب3 بقى ب4. فدلوقتي بقيت اقدر اعمل 4 كوكيز. هل ده تمام؟ هل ده واضح بالنسبه لكم؟ حلو. طيب لو حاجه زي كده مثلا احنا ممكن نفكر بيها ازاي مثلا نقدر نحسب اللي هو اقل عدد كوكيز احنا ممكن نستخدمه، اكبر عدد كوكيز احنا ممكن نستخدمه، ازاي ممكن نحسب حاجة زي كده يعني؟ لو حد عنده فكرة مثلا بنفس الطريقة اللي احنا قلناها دي يعني. اتفضل يا كيرو. احنا ممكن نجيب المينيمم زي ما انت قلت ونزود عليه، بس نجيب المينيمم بتاع المكون يعني. شوف شوف انت هتستهلك كامل ماجيك صح؟ يعني التست كيس التاني دوت حلو، هنلاقي الأربعة والخمسة شبه بعض لو احنا قسمناها. تعال تستوي يعني سوا. ماشي. هنا أربعة وتلاتة، أربعة تلاتة خمسة ستة، وحداشر اتناشر أربعتاشر عشرين. ده ايه؟ وده بيه. هي تقدر تعمل، هي معاها كل كوكي هتحتاج العدد ده وهي معاها ده. فلو جينا نحسب 11 على 4 فيها كام؟ فيها اتنين. الاتنين، و12 على 3 فيها الأربعة، 14 على 5 فيها التلاتة الاتنين برضو، وال20 على 6 فيها التلاتة. فأقل عدد هي ممكن تعمله كام؟ اتنين، فاحنا هناخده الأربعة مش هناخده الخمسة. هنزود، قصدي على الأربعة مش هنزود على الخمسة. هتزود على الأربعة دي؟ هنزود يعني على اللي قصدك هو أقل، هتزود على أقل أنهي؟ كمية. حلو، هتزود على أقل كمية كام؟ تلاتة. حلو، لو مثلا جينا زودنا على 11 دي
تلاتة هتكون بقيمة 14 صح؟ فأربعتاشر 14 أربعتاشر على الأربعة فيها كام؟ بس ده بس ده مش الأوبتيمال. أنت ممكن هنا مثلا تزود وان، أو هنا مثلا ممكن تزود اتنين، وهنا تزود واحد. فلو جيت هنا مثلا زودت اتنين، زودت 13 اتنين هتطلع بكام؟ 13 صح؟ و13 على الأربعة فيها كام؟ فيها التلاتة. فيها التلاتة، هنزود واحد كده، احنا زودنا اتنين. وهنا ما نفس الفكرة بقى. بس انت لازم توزعهم. حلو؟ فدلوقتي انت استهلكت كام؟ استهلكت الماجيك باودر كام؟ اتنين صح؟ فبقى لك كام؟ واحد صح؟ عشان زودناهم هنا. انا زودت اتنين هنا. فده بقى ده بقى 13. حلو؟ اتبقى وده ولسه عندي هنا المينيمم اقدر اعمله اتنين. فبقى هنا مثلا ممكن ازود هنا 1 صح؟ فلو زودت على ال 14 دي 1 هتبقى بكام؟ ب 15. 15 على 5 3. فالمينيمم نمبر اوف كوكيز اقدر اعمله كام؟ كده ثلاثة. وده الانسر. طيب حاجة زي كده ككود مثلا احنا ممكن نعملها ازاي؟ احنا ممكن ما نفكرش في حوار الديستريبيوشن ده بالظبط، اللي احنا ممكن نعمل ديستريبيوشن وهنشوف دي هتاخد كام وكده، عشان الموضوع هيكون معقد. احنا ممكن نعمل حاجة بسيطة خالص، يعني هنشوف لو انا مثلا النيدز مثلا اللي انا اقدر اعمل بيها. فمثلا لو انا عندي دي، لو انا مثلا هجرب هسرش على الانسر وهجرب ان انا هقدر اعمل تو كوكيز مثلا. حلو؟ لو انا هقدر اعمل تو كوكيز مثلا، فهنا لو انا هعمل تو كوكيز فانا محتاج من الانجريدينت ده كام؟ 2 في 4 صح؟ 8. طب هل ال 8 دي اصغر من ال 11 من اللي عندي؟ هي اصغر من عندك، يبقى الاثنين، يبقى هنا 2، هنا 2 ده صح؟ تمام. الحتة دي هنا النيد هيكون 2، النيد اللي انا محتاجها هتكون 2 في 4 عشان اعمل تو كوكيز، لو انا هجرب اسرش على عدد الكوكيز. طيب لو هنا جيت جربت هضرب برضه في 2، 2 في 3 هتطلع ب 6، وانا معايا كام؟ 12. فدي هتنفع، الاثنين هتنفع. طب خمسة، الخمسة انا معايا منها كام؟ معايا منها 14، دي 14، فهضرب 2 في 5 هتطلع ب 10، فانا النيد بتاعي يكون 10 عشان اعمل تو كوكيز، وانا معايا اصلا 14 فدي هتنفع عادي. هتجرب الستة نفس الكلام، 2 في 6 ب 12، وانت معاك 20، فال 12 ده هينفع عادي. بس هو محتاج الماكسيمم نمبر اوف كوكيز صح؟ فانا كده عرفت ان الاتنين دي هتنفع لو انا جيت جربت، فانا عارف الاتنين نفعت، فاكيد الوان هتنفع. ف عايز اجرب الباقي، انا عايز اجرب بقية الكوكيز صح؟ فبنفس الطريقة دي انا ممكن اعمل بيها الفانكشن بتاعتي. انا ممكن اعمل ايه؟ هي مثلا نمسح كده. مثلا انا كان عندي فيكتور A و B صح؟ وهنا مثلا ممكن ال constraints بتاعتي كام في المسألة؟ 1000 و1000. حلو، فممكن نعمل هنا 1000. وهاخد ال n وال magic powder هسميه k مثلا، و for loop هاخد ال input، هاخد ال a، وهاخد ال input التاني برضه. حلو. لو جينا مثلا نعمل اللي احنا بنقوله ده brute force، فانا محتاج اشوف اكبر عدد من الكوكيز انا ممكن استخدمه عشان اعمل كوكيز. يعني هشوف مثلا لو انا محتاج، لو انا مثلا هنا عندي، لو هنا مثلا افترضنا هنا مثلا احنا جربنا الاثنين والاثنين نفعت صح، ما احتاجتش ان انا استخدم ماجيك باودر. طيب لو هنا مثلا جينا جربنا، يعني خلينا مثلا نرجع بقى لاول كيس، نشرح لاول كيس. 3 1 و 2 1 4 11 3 6 اعتقد 16. فهنا احنا مثلا
احنا عرفنا ليه احنا هنطلع 4، لان احنا قلنا هنستخدم الماجيك باودر هنا صح، احنا قلنا هنستخدم الماجيك باودر هنا، فانا عرفت ان انا المينيمم نمبر في الكيس اللي انا هقدر اطلعه هنا هيكون 3، ده اقل واحد فيهم، فهستخدم الماجيك باودر هنا، فهزود دي هزود دي ب 4، وهمسح دي هتكون خلاص استخدمت واحد منه، فهيكون النمبر في الكيس اللي انا اقدر اعمله هيكون 4. حلو، طيب انا عايز الماكسيم نمبر اوف كوكيز، ف لو انا هسرش على الكوكيز اللي انا اقدر اعملها، لو انا هجرب بروت فورس مثلا من 1 لحد 1000 اللي هو الكونسترينز بتاعتي، فانا هجرب النمبر اوف كوكيز اللي انا اقدر اعمله في حاجه زي كده. احنا ممكن نعمل لها ديزاين ازاي؟ بكل بساطه انا مثلا لو انا هجرب مثلا نخلي دي اكس، حلو نخلي دي اكس، وانا هجرب انا محتاج الكوكيز الانجريدينتس اللي انا محتاجها مثلا، فهمش مثلا لحد الان هذه هنا. طيب هنا مثلا انا النيدز بتاعتي ايه اللي انا محتاجه؟ حد ممكن يقول لو الفانكشن دي هتاخد عدد الكوكيز، فالنيدز هتكون ايه اللي انا محتاجه عشان اعمل كوكي دي؟ الاري ديت في عدد الكوكيز بالظبط، صح؟ بالظبط صح، هقول الاي في الاي في عدد الكوكيز صح. حلو، طيب لو مثلا النيدز اللي انا محتاجها دي، يعني انا دلوقتي جربت مثلا ان انا هعمل 5 كوكيز، حلو خلينا مثلا هنا في المثال ده، انا هنا مثلا جربت ان انا هعمل كام كوكي، لو انا مثلا جيت جربت ان انا هعمل 4 كوكيز صح، فهنا النيدز هتكون كام؟ هضرب 4 في 1 صح، فهيطلع 4. فلو جينا مثلا خدنا المثال ده، مثلا دي بي اللي هي اللي عندي، ودي ايه اللي انا محتاجه عشان اعمل وان كوكي، فهنا احنا قلنا لو انا هجرب اشوف اسرش على عدد الكوكيز، فهنا هكون اللي انا محتاجه 2 في 4، لو انا مثلا فرط اللي انا هسرش ب 4 فهنا هتطلع 8. طيب هل ال 8 دي، هل انا عندي 8 من المكون ده؟ اه انا عندي. طيب هنجرب هنا 4 في 1، هل هنا انا عندي 4 من المكون ده؟ لا انا عندي 3 بس. طب هستخدم وان ماجيك باودر، فهنا هشوف لو النيز بتاعتي دي اكبر من اللي عندي صح. طب لو هو اكبر من اللي عندي انا ممكن اعمل ايه؟ استخدم ماجيك باودر مظبوط، مظبوط. فهستخدم ماجيك باودر، هقول كي بتساوي هطرح منه النيدز ناقص البي اوف الاي. طيب ليه عملنا كده؟ مش احنا قلنا مثلا لو انا هعمل 4 كوكيز وهنجرب على المكون التاني ده مثلا، هضرب قلنا هنضرب 4 في 1 فيطلع 4 صح؟ والاربعة دي اكبر من التلاتة، اكبر من اللي عندي، فانا محتاج كام؟ محتاج كام عشان اقدر اعمل 4؟ عشان اقدر اوصل لاربعة، 4 ناقص 3 صح؟ تطلع 1، فانا محتاج من ماجيك باودر دي 1 صح؟ صح. فهطرح كده، هضرب النيدز ده اللي عملته بالظبط، النيدز ناقص اللي عندي، وهطرح من الماجيك باودر اللي انا احتاجته. طيب خلينا هنا مثلا نعمل فاريبل اسمه تيمب مثلا، ده اللي هيمسك الماجيك باودر عشان انا مش عايز ابوظ قيمته يعني. حلو، طيب لو انا مثلا جيت في انجريدينت في انصر معين، وانا بسرش على كوكي معينه، لقيت ان انا مثلا هجرب اعمل 5 كوكيز، حلو، فهتيجي مثلا نجرب هنا 5 في 2 ب 10 قشطه ينفع، 5 في 1 ب 5 من المكون ده، فانت محتاج، انت الخمسه دي اكبر من اللي عندك، فانت محتاج اتنين عشان توصل للخمسه. طب هل انت عندك 2؟ لا انت عندك اصلا الماجيك باودر بون، فده مش هينفع صح؟ ساعتها الكوكيز دي مش هينفع صح؟ اه، فاحنا ممكن نحط هنا فهنا هنشوف لو الماجيك باودر ده قيمته بابسوليوت فاليو صح؟ فهنا هقول لو التي دي بقت اكبر من زيرو هرتين فولس كده، عدد الكوكيز ده مش هينفع اعمله. طيب في الاخر ريتيرن ترو،
حد مش فاهم ليه يعني. انت هنا فهمت ليه صح؟ ان هو هيطلع بابسولوت فاليو صح. لو انا جيت عملت عشان النيدز بتاعت 2 صح في المثال، ايوه تمام. هيطلع سالب واحد، الانسر هيطلع سالب واحد. فهنا لو هو طلع بابسولوت فاليو هيترن فولس كده، ساعتها الانسر ده مش هينفع معايا. طيب احنا قلنا هنا ال تي دي بتساوي كي. حلو. طيب لو جينا مثلا نفكر في يعني اول مسألة دي، او في مسألتين منها دي 1 ودي 2، الفرق ما بينهم هو الكونسترينتس. دي كونسترينتس ساعتها 1000. طيب هنا مثلا، هنا هو بيقول الانجريدينتس ممكن تكون ب 1000، كلهم ب 1000، الكونسترينتس كلها ب 1000. طيب هنا ايه الماكسيمم نمبر اوف كوكس اللي انا اقدر اعمله؟ لو جيت مثلا قلت اللي انا الكوك تتعمل، لو عندي مثلا 3 انجريدينت وعندي 1000 ماجيك باودر وانا عندي 1000 من كل مكون، فالماكسيمم اللي انا هقدر اعمله كمان ألفين صح؟ 2000 كوكي. طب ليه 2000؟ لأن أنا هنا أنا أقدر أعمل 1000 كوكي صح؟ لا هو مش 2000، لو انت معاك 4 ماجيك باودر يبقى تعمل 1000. لا معايا 1000 باشا، معايا 1000 ماجيك باودر، ف 1000 ماجيك باودر هيعمل كل واحد واحد. ماشي، فانت كده هتقسمه على 3، فانت عندك 300 كمان. هيطلع 1000. هيطلع 300 و 500 و 300 حاجة. فمثلا انا ممكن اعمل لوب يمشي لحد 1500 صح، عشان اكون في السيف زون صح. ونجرب كل يعني، الماكسيموم هيكون 2000 مثلا. فمثلا لو انا جيت احلها لينير، عملت مثلا لوب وهسرش على، لا هنا مثلا لحد 1500 مثلا، او خلينا 2500 او 2000، وهشوف لو هي تنفع هديفاين انسر هنا سالب، خليه بزيرو. لو هو ينفع فالانسر ده ينفع صح، فهحط الانسر بتساوي الاي، عدد الكوكيز ده ينفع اعمله بس. وهنا ممكن اسي اوت الانسر. هو هنا ليه زعلان؟ طيب ماشي. طب خلينا مثلا نجرن، لا مش دي، مثلا 3 1، دي أول واحد طلع 4 مظبوط، طلع 4 مظبوط. طيب حد فاهم احنا عملنا ايه هنا؟ هل الكلام ده واضح بالنسبة لكم؟ اللي فاهم طيب ريزنت. حلو. طيب تعال نصمم دي. جابت سي. طيب خلينا مثلا نجرب نصبت نفس الكلام اللي احنا عملناه ده في البروبلم التانية. لو جينا مثلا هنا، هي كانت فين؟ البروبلم التانية دي طبعا هجيب تايم ليميت صح، لان احنا هو هنا مديني الكونسترينز 1E9، فهنا احنا ممكن نستخدم الباينري سيرش مظبوط. فهنا كونسترينز انا ممكن يطلع معايا 1E9 او 1E9 زائد كسور كوكيز اقدر اعملها. فانا محتاج اسرش على الانسر برضو بطريقه اوبتيمال. فاللي انا ممكن اعمله، انا هنا ممكن في المساله دي في الهاردر فيرجن استخدم الباينري سيرش. فبنفس بكل بساطه نفس اللي احنا عملناه، اللي هيتغير بس حاجه بسيطه، اللي انا هنا هعمل الانت اس بتساوي 0، وهنا الار. انا هنا مش ضامن، هنا مثلا احنا ممكن نسرش لحد 2E9 مثلا زائد 10، اللي هو هشوف كل الكوكيز دي يعني عادي هيفت معايا، ده باينري سيرش. فهقول وايل الاس اصغر من او بتساوي الار، ونخلي دي اند احسن. وهنحسب الميد. الميد هنا هيساوي ايه؟ الاس زائد الاي ناقص الاس على 2 بس. وهشوف لو التشيك، لو الميد ده بينفع خليلي الانسر دي بتساوي الميد. واحنا عايزين نماكسمايز صح، وهنحرك الليفت بلس 1 else
هنحرك ال end minus one صح؟ هنا اس وهنا اي. حد فاهم احنا ليه عملنا كده؟ لو عدد الكوكيز ما نفعش في ال في حتة في جزء كبير مش محتاج، محتاج اقلل السيرش مظبوط؟ طيب هنا كانت ال constraints بتاعت ال array كام؟ 1e9 وهنا 100,000. فهنا ممكن نخليها كده حلو، ونخلي كده برضو. في حاجة هنا تانية ممكن نخلي لونج لونج عشان الكونسترز كبيرة، وهنا برضو لونج لونج حلو. تعال مثلا نجرب ده مظبوط، تعال نجرب ده، ده مظبوط، تعال نجرب ده مظبوط برضو، وده مظبوط. حد مش فاهم احنا عملنا ايه قبل ما نظبط؟ ما عنديش مشكلة عادي، كله تمام؟ كله تمام. بس الناس نايمة. ايه؟ ايه يا يوسف اتفضل. عايز اسأل بس ان الفور لوب اللي فوق أكيد بس. طيب احنا لما يعني بريتيرن فولس ايه اللي بيحصل بقى بعد كده؟ ان لما بتترن فولس انت كده عارف ان عدد الكوكيز ده مش هتنفع صح؟ مثلا لو احنا بتترنا فولس وعدد الكوكيز ده 5 صح؟ هل ينفع تجرب 6؟ لا 7؟ فباخد اللي قبليها على طول، بالظبط. باخد اللي قبلها خمسة. حصرش على الجزء اللي قبليه، تمام. فهتلاقيني هنا عملت الاي بتساوي 100 ماينس 1، بقلل السيرش سيز بتاعتي. هل الجزء ده واضح؟ تمام. طيب تعالى نجرب نصمت دي. ايشي. طيب حد عنده سؤال في المسألة؟ كله تمام. طيب انا سهرناكم يا شباب، احنا ان شاء الله ده مش هيحصل تاني، بس معلش السيشن النهاردة كانت كبيرة شوية، فكان لازم نخلص يعني كله. وعادي يعني انتوا لما تخشوا ليفل 3 هتلاقي حاجات أصعب من كده، فدي حاجة حلوة يعني. تمام. طيب حد عنده سؤال في أي حاجة حتى لو بره السيشن؟ شكرا يا ريم. طيب كله تمام. تسلم يا كيرو، تسلم يا مارك. قشطة. ماشي يا شباب، الأسبوع الجاي إن شاء الله عندنا توبيك جامد كده، تو بوينتر، ونشوفكم فيه بقى. يلا سلام.